اتحاد المساجد المهدية بشراكة مع جامعة محمد الأول في مدينة المغرب، وبشراكة كذلك مع مجلس الجالية المغربية بالخارج المغرب. فخير ما نفتتح به هذه الجلسة المباركة آيات بينات من الفكر الحكيم يتلوها على مسامعنا سيدي عبد المولى تامو، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما صاروا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يكد
صدق الله مولانا العظيم، بارك الله فيك سيدي المولى تامو على هذه القراءة النيرة العطرة. إذن كما أشرت نفتتح جلسات أشغال الندوة الدولية التي نضيفها تحت المساجد المالكية تحت عنوان المؤسسات الإسلامية في الغرب ودورها في تصيغ التعددية الثقافية، الواقع والتحديات والآفاق المستقبلية. فبداية أريد أن أرحب بكل الحاضرين والحاضرات في هذه القاعة، وأريد كذلك أن أشير إلى أن السيدة سفيرة صاحب جلالة ببرلين اعتذرت عن الحضور بسبب التزام آخر أو ندوة أخرى في فرانكفورت، ولكن أرحب بممثلي القنصلية المغربية بمدينة دوسلدورف السيد عبد المالك خليل والسيد عزيز عزيان، كما أرحب كذلك بممثل رئيس جامعة محمد الأول فضيلة الدكتور زهر الدين الطيبي وفضيلة الدكتور عبد الحق البكوري، كما أرحب كذلك باتحاد المساجد المالكية دائما بفضيلة الدكتور سيدي جواد الشقوري نعم عن مجلس الجالية المغربية بالخارج. وكذلك أريد أن أرحب بغودا يودن فن فرانسيسكانا، وأعتقد أنه يفهم كذلك اللغة العربية، كما أرحب كذلك بالأستاذة غريبة حجو كريمة التي تمثل اتحاد المساجد المالكية لدى وزارة التعليم في ولاية إليغبي، تمثل الاتحاد في لجنة تعليم الدين الإسلامي في هذه الولاية. وكذلك أرحب بالحاج الحموتي رئيس مجلس المركزي المغاربي والألمانية سابقا، وكذلك سيدي سعيد غرب إبراهيم رئيس اتحاد المساجد المغربية في ولاية إليغبي، والسي عبد القادر السنهاجي رئيس اتحاد المساجد المالكية بولاية هسن، وسيدي عبد القادر أجو كذلك، وسيدي عبد القادر أو الحاج فوجاع الذي له مسار طويل في تمثيل الجالية المغربية هنا في ألمانيا. وأرحب يعني أستمع إن أذكر جميع الأسماء، فأرحب بجميع الأخوات والإخوان الحاضرين في هذه القاعة، وخصوصا كذلك السادة الأئمة والأساتذة، أساتذة الدين الإسلامي واللغة العربية، والسادة الأئمة الذين يعني يشاركوننا كذلك في تكوين تحت عنوان الإسلام والعمل الاجتماعي في جامعة مونستر، وهذا كذلك بشراكة مع اتحاد المساجد المالكية. فعلى بركة الله نرحب بكل الإخوة الحاضرين، وكما تنظرون يعني في الشاشة فإن برنامج اللقاء بعد قراءة القرآن ستكون هناك كلمة ترحيبية للأستاذ عمر كنتيش، وبعد ذلك كذلك كلمة البروفيسور والدكتور ياسر زغلول التي سيلقيها على مسامعنا فضيلة الدكتور سيتي تيبيب، وهناك مجموعة من المحاضرات التي سيلقيها على مسامعنا كذلك مجموعة من السادة الأساتذة والشيوخ، وبعد ذلك استراحة، وبعد ذلك ستكون هناك مائدة مستديرة. فدون الإطالة على مسامعكم سأعطي أو قبل إعطاء الكلمة للأستاذ عمر كنتيش، هناك فيديو قصير سيقوم أحد الإخوة، نعم تفضل السي مروان، يعني يعرف بأنشطة اتحاد المساجد المالكية في مجموعة من الأنشطة. هذا الفيديو يعني بشكل مختصر فقط حتى يأخذ الإخوة الحاضرين فكرة عن اتحاد المساجد المالكية.
المساجد المالكية هو عضو في المؤتمر الإسلامي الألماني في برلين الذي يضم مجموعة من الاتحادات الإسلامية، واتحاد المساجد هو طرف في هذا المؤتمر الإسلامي الألماني برعاية وزارة الداخلية الألمانية. فالفيديو يبين بعض الصور التي يعني التقطناها خلال تكوين الأئمة مع جامعة مونستر تحت عنوان الإسلام والعمل الاجتماعي، والذي يعني يوم الاثنين ان شاء الله سيتسلم كل الفائزين او الناجحين في هذا التكوين يعني على الشواهد ان شاء الله بجامعه مونستر في الائمه والمؤثرين والمؤثرات الاجتماعيه. وكذلك هناك مشروع العقود التطوعيه الذي يشتغل عليه اتحاد المساجد المالكيه مع وزاره الاسره الالمانيه ببرلين، هو يهتم ببناء الجسور بين الثقافات والأشخاص كذلك. وهناك مشروع صحي يعني يهتم بصحة الإنسان، يعني صحة الترجمة أن تعيش صحيا، يهتم بالشيوخ والكهول، وهناك يعني نساء ورجال. وهناك كذلك مشروع يسمى بالثقافة والمشاركة، وهناك كذلك مجموعة من المشاريع التي والصور التي توضح أنشطة علمية وثقافية ودينية كذلك. فيعني باختصار هذا كل ما أريد في الفيديو. والآن مع كلمة الأستاذ عمر كنتش باللغة الألمانية فليتفضل مشكورا. فيعطيك شكرا. Ich freue mich, dass ihr alle zahlreich heute erschienen seid und dass wir wieder zusammengekommen sind nach einer sehr langen Corona-Pandemie und einer Zukunft, die ungewiss für uns alle ist. Das Bündnis heißt euch alle willkommen und ich bin froh, dass viele aus Frankfurt gekommen sind, also über 200 Kilometer. Und ganz besonders grüße ich, hier gibt es Institutionen, die hier mit uns sitzen. Al-Hajj Abdelrahman Khoja ist ein Begriff, wenn es um Moscheen in Deutschland geht,
Diese Menschen haben sich aufgemacht, 1983, 70er Jahre, 80er Jahre, in einem Raum, der kleiner war als dieser hier, um uns eine religiöse Heimat zu geben. Das war die Moschee. Um eine Moschee zu bauen, damit sie beten können, damit sie ihre Religion ausüben können, und damit auch ihre Kinder letztendlich auch diese Religion letztendlich fortführen können. Das war für sie eine Herzensangelegenheit. Und sie hatten nichts. Sie kamen aus dem Riff, aus dem Norden. Sie hatten nur ihre Arbeitskraft, zum Beispiel, was sie auch in diesem Land auch gezeigt haben, weil sie haben dieses Land mit aufgebaut und haben auch unser Herkunftsland aufgebaut. Denn nichtsdestotrotz haben sie es in 40 Jahren geschafft, über 300 Moscheen, marokkanischstämmige Moscheen in Deutschland aufzubauen. Und eine der größten Moscheen in Deutschland ist die Taqwa-Moschee. Die ist mit vielen Menschen, die leider nicht mehr unter uns sind, die leider nicht mehr leben, haben dieses Gebäude, diese Institution mit aufgebaut. Nun liegt es an uns, an unserer Generation, dieses fortzuführen. Das heißt, sie haben die Gebäude geschaffen, mit ihrer Denkweise, mit ihrer Art der Kulturverständnis und mit Geld sammeln. Einfache Spendenaktionen untereinander. Das war ja nicht mal, dass wir irgendwie Millionen auf den Konten haben. Die Leute haben mit Minus, mit ihrer eigenen Tasche angefangen. Jetzt liegt es an uns, die institutionellen Rechte gegenüber dem Staat Deutschland zu fordern, letztendlich, und auch zu suchen. Weil es ist nicht einfach, wir sind eine Minderheit in einer Minderheit. Weil, wenn wir von der malikitischen Community reden oder von der marokkanischen, weil heute geht es ja vor allem mehrheitlich um die marokkanischen Moscheen, sind wir eine Minderheit unter den Muslimen. Wir sind nicht die Mehrheit. Wir haben die türkische Gemeinde mit über fast 2000 Moscheegemeinden, mit fast 4 Millionen, die hier leben. Wir haben eigentlich eine Diaspora umgekehrt. In Frankreich sind die Maghrebiner die Mehrheit, die türkischstämmigen die Minderheit. Wir haben ein anderes Kulturverständnis, wir haben eine lange Tradition und Geschichte. Von über 1200 Jahren geprägt, zum Beispiel durch die malikitische Rechtsschule, die von Andalusien in den Maghreb rüber transferiert worden ist und nicht umgekehrt. Das heißt, dieses Gut gilt es zu wahren, weil eine Religion, der Islam, ohne seine Kultur, ist eine Religion in die Irre. Es ist, unser Glauben hat eine Vielfalt. Der in Indonesien gelebte Islam ist nicht der gleiche wie in der Türkei, ist nicht der gleiche wie in Marokko, ist nicht der gleiche wie in Ägypten. Weil die Kultur und die Tradition sind wiederum andere. Wir hier in der Mehrheitsgesellschaft, wir hier in Deutschland lebenden, dritte oder vierte Generation, ist nicht nur unsere Aufgabe, die Religion oder die Rechtsschule, den Islam, das Gebet, das sind die Pflichten, die wir alle machen müssen, unseren Kindern zu unterweisen, sondern auch die Kultur mitzugeben. Diese Kultur, die aus der marokkanischen Community, selbst Marokko hat nicht eine einheitliche Kultur. Im Riff haben wir eine andere Kultur. Im Süden haben wir eine andere Kultur. Im Atlas haben wir eine andere Kultur. Aber was einigt uns? Das ist der Staat, die Nation, das ist die Religion. Was einigt uns hier? Das ist die Religion und die Nation. Weil auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, unsere Kindeskinder werden sagen, mein Urgroßvater war Marokkaner. Ich bin aber Deutsch, aber Muslim und habe eine malikitisch geprägte Kultur. Das ist das, was wichtig ist, dass wir unseren Kindern mitgeben müssen. Das ist die Identität. Weil ohne eine Identität können wir nicht existieren. Ohne eine Identität sind auch unsere Moscheen, die Al-Hashkoja, Hashmoti oder Ajo aufgebaut haben, irgendwann mal nicht mehr existent in unserem Kulturverständnis. Es geht um Wahrung der Kultur. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir auch mit der Uni Rujda in mehreren Gesprächen, auch mit dem CCMÖ, mit Herrn Dr. Abdul-Rusuf darüber auch gesprochen haben. Und sie wünschen sich, das müsst ihr auch ein Marokko wünscht sich die Integration und auch eine gewisse Loslösung vom Herkunftsland. Herr Rusuf hat zu mir gesagt, ihr müsst eure Probleme in Deutschland selbst lösen. Was wir machen können, ist eine Brücke bauen. Religiöser Transfer, kultureller Transfer, aber keine Einmischung. Weil kein Land möchte, dass man sich in die Hoheit seines eigenen Landes einmischt. Es ist wichtig, dass wir Universitäten wie Ujda oder Fez oder Zeytun, auch Tunesien, weil das Bündnis malikitische Gemeinde, die Mehrheit der Mitglieder sind Marokkaner, aber wir haben Leute aus Senegal, aus dem Togo, Moscheen, aus Somalia, wir haben aus Tunesien, diese haben auch eine Kultur.
diese haben eine ganz andere Kultur als wir. Wir müssen das auch berücksichtigen. Zum Beispiel, und das erlaubt unser Glaube, weil die Kultur steht nicht im Widerspruch zu unserem Glauben. Und die Integration, die Vermittlung der Kultur steht auch nicht im Widerspruch zu unserem Bundgesetz. Sie wird sogar befördert, dass man seine Kultur bewahren kann. Denn erst wenn ich meine Identität kenne, kann ich der Mehrheitsgesellschaft was zurückgeben. Denn wer sich öffnet und sich kennt, hat keine Angst vor der Assimilation. Die meisten, die Angst haben vor Assimilation, werden sich assimilieren, weil sie an Festen oder an Festhalten, die nicht zeitgemäß sind. Wir müssen auch mit der Zeit gehen. Unsere Kinder denken anders. Unsere Kindeskinder werden anders denken. Das ist eine riesige Verantwortung. Das ist nur ein Meilenstein. Das ist nur ein heißer Tropfen. Das ist nur der Anfang. Also, zum Beispiel, die ersten Imame in Deutschland, marokkanischen, werden von einer Universität zertifiziert. Das ist ein Universitätszertifizat. Das ist ein anerkanntes in der sozialen Arbeit. Zum Beispiel. Und für mich, wir reden viele, wenn ich mit Leuten spreche, Integration. Was für eine Integration? Wir sind in der Teilhabegesellschaft. Weil als Herr Hashmoud sich überlegt hat, wir brauchen hier einen Raum, wir müssen beten, und er eine Moschee aufgebaut hat, hat er für sich definiert, dass Deutschland seine Heimat ist. Und diese Moschee kann er nicht mitnehmen auf dem Rücken und wieder zurück nach Marokko oder nach Tunesien. Das ist seine Heimat. Mein Sohn sagt zu mir, ich komme aus Frankfurt. Er sagt zu mir nicht, ich bin Marokkaner. Diese Heimat ist die Moschee geworden. Wir müssen eine kulturelle Teilhabe haben. Wir müssen erst, wenn wir unsere Kultur manifestieren, können wir der Mehrheitsgesellschaft was zurückgeben. Wir sind verpflichtet auch, diesem Land was zurückzugeben. Weil, ich kann euch eins sagen, in Corona hat man gesehen, wie wichtig dieses Land ist, weil viele Menschen haben sich Sorgen gemacht, auch unsere Leute haben sich Sorgen, was soll aus uns passieren. Aber wir haben hier einen Staat, der hat sich um alle gekümmert. Wir sind näher gekommen. Die Muslime sind durch diese Pandemie in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Warum? Sie haben viele Sachen gemacht. Sie haben Iftar to go. Es gab in Moscheen Impfaktionen. Es gab Testaktionen. Auf einmal war das eine Moschee, nicht der Marokkaner, nicht der Türken, sondern dem Stadtteil Griesheim, dem Stadtteil Düsseldorf-Weißholz. Es war die Stadtteilmoschee. Die Moschee ist nicht im Besitz oder ein Fremdkörper. Sie ist ein Teil dieser Stadt. Und so müssen wir das definieren. Und man darf nie sich äußern, ja, wir und ihr. Wir sind eine Gesellschaft. Wenn diese Gesellschaft ein Problem hat, das sehen wir im Ukraine-Krieg, die ganze Welt ist teurer geworden, die Menschen haben ihre Probleme, dann haben wir auch Probleme, weil wir leben hier. Und ein Mensch, der hier eine Moschee baut, der hier seine Existenz aufbaut, seine Kinder studieren hier, sein Lebensmittelpunkt ist hier, und noch eine Sache während Corona, sogar die Bestattungsrituale haben sich geändert. Viele Menschen wurden durch Corona Muslime in Deutschland beerdigt. Wir haben mittlerweile deutsche muslimische Friedhöfe in Deutschland, die sind voll. Auch die Kultur ändert sich. Warum? Es gibt Menschen, die sagen zu mir, Herr Kuntisch, ich will meinen Vater nicht in Marokko beerdigen. Weil die Familie ist hier, ich will ihn hier besuchen. Ich reise alle 3-4 Jahre nach Marokko. Das heißt, der Mittelpunkt der Heimat rückt nach Deutschland. Ob wir wollen oder nicht, das wird so kommen. Wir können uns dagegen wehren, unsere Kinder werden sich nicht dagegen wehren. Aber was geben wir unseren Kindern mit? Das ist der Glaube, das ist die Kultur und das ist die Tradition. Zum Beispiel, weil die malikitische Rechtsschule, die bleibt. Die wird ewig bleiben. Der Islam, der bleibt. Zum Beispiel. Die Kultur auch. Länder verändern sich. Früher hieß es Maghreb, dann hieß es Marokko, dann hieß es so. Europa hat sich verändert. Mittlerweile haben wir einen Krieg in der Ukraine, wo ein Despot denkt, er kann Grenzen verschieben. Zum Beispiel, er möchte mehr Russland. Das heißt, das Erbe und die Verpflichtung ist, unseren Kindern unsere Kultur, unsere Tradition mitzugeben in die Hand. Das ist sehr wichtig. Wir aus dem Brief haben eine andere Tradition. Die müssen wir pflegen. Die ist erlaubt. Die ist erlaubt. Die wird gefördert. Die Sprache wird gefördert, die Kultur wird gefördert, die Tradition wird. Wieso sollen wir sie in diesem Land bekämpfen? Wieso sollen wir gegen diese Tradition? Die Tradition aus dem Atlas, die müssen wir mitnehmen, die müssen wir lernen. Und noch etwas.
auch die Kultur und Tradition in dem Land, in dem wir leben, in Deutschland, müssen wir wissen. Wir müssen wissen, wieso wird das und das gefeiert? Wieso ist das und das ein politisches Problem? Weil Teilhabe heißt nicht nur, nur von sich reden. Man muss auch dem anderen zuhören. Und man muss den anderen verstehen und mit einnehmen. Das ist sehr wichtig. Ich habe keine Angst um das Erbe der Moschee. Herr Sprecher, Sie brauchen keine Angst zu haben. Die Moscheen werden in guten Händen übergeben. Wir haben eine Sache. Die Diaspora hat sich verändert. Wir haben auf einmal durch die Flucht aus Syrien und dem Irak haben wir andere Kulturen. Die besuchen unsere Gemeinden. Sie haben eine andere Rechtsschule, aber sie beten bei uns. Es gibt marokkanische Moscheen, die haben ägyptische Imame, die haben syrische Imame. Das ist kein Problem. Das steht nicht im Widerspruch. Aber das Kulturelle, das Traditionelle, unsere Art der Religion, wie wir sie ausüben, ist unsere Verpflichtung. Auch die Leseart, Wash, zum Beispiel, die ist nur bei uns. Und die sollen wir auch behalten. Zum Beispiel. Das ist sehr wichtig, weil das ist unsere Identität. Und wir wollen nicht. Und die marokkanische Community, mir hat mal ein Minister gesagt, ich verstehe die marokkanische Community, hat er gesagt. Er sagt, wenn sie will, kann sie alles schaffen. Aber wenn sie nicht will, kann sie alles verhindern. Zum Beispiel. Ihr seid eine kleine Community, hat er gesagt, 200.000. Ihr könntet euren Anspruch auf Integration, auf Teilhabe und Anerkennung der Religionsgemeinschaft und Körperschaft des öffentlichen Rechts viel schneller erreichen. Aber wieso macht ihr das nicht? Ich habe gesagt, wie es in Deutschland Hessen gibt, Nordrhein-Westfalen, Berliner, Schwaben, es gibt unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Herkünfte. Wir selbst müssen uns untereinander integrieren und müssen untereinander verstehen, weil die Sensibilitäten sind unterschiedlich. Deswegen, Deutschland hat sich verändert, die Politik hat sich verändert. Sie wollen mit Muslimen, sie wollen uns unser Recht geben. Sie reden von Religionsgemeinschaft, sie reden von Teilhabe, sie reden von Körperschaft. Wissen Sie, wenn wir von Körperschaft reden und Religionsgemeinschaft, immer wenn ich bei Moscheen in Vorstellungen gehe, heißt es, ja, Bestattung, Friedhöfe, heißt es das Schächten, was für uns wichtig ist, dann heißt es alt werden, wir werden alle alt. Das heißt, wir brauchen Seniorenheime, Religions- und Kultursensibel. Reden wir davon? Eine Moschee ist kein Altersheim. Eine Moschee ist eine religiöse Stätte, wo man seine Religion ausübt. Diese Sachen können nur mit der Religionsgemeinschaft, Anerkennung der Religionsgemeinschaft und Körperschaft geregelt werden. Wir reden hier allein in der muslimischen Wohlfahrt von über 20 Milliarden Euro jährlich für Muslime. Da ist ein Stuhl in der Wohlfahrtsliga für Muslime frei. So, aber alle streiten sich darum. Deswegen fordere ich auch auf, die Verantwortung liegt auch bei den Vorständen der Moschee, sich zu versöhnen, sich zu einigen. Ich weiß, es ist nicht einfach. Ich weiß, jeder sagt, ich bin der Größte. Meine Moschee ist die Beste. Aber man muss sich wegen dem Glauben und ja dem kleinsten Nenner, muss man sich einigen. Es ist wichtig. Und ich werde, solange ich hier stehe und lebe, werde ich für unsere Unabhängigkeit kämpfen. Wir sind Herkunftsmarokkaner. Wir sind Muslime mit malikitischer Rechtsschule. Sunnitisch-malikitische Rechtsschule. Das wollen wir bleiben. Wir haben in unserem Herzen und auf unserer Zunge unsere Kultur. يعني ليس فقط في ألمانيا وإنما كذلك من داخل المجتمع المغربي. فنحن كما قال الأستاذ عمر نحن جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع وكذلك جزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية والوطن يعني ما يجمعنا كما غالب هنا هو الدين والوطن رغم ربما تعدد الثقافات بين المغاربة يعني هذا ريفي وهذا جبلي وهذا أطلسي وما إلى ذلك ولكن الوطن والدين يجمعنا فهذا لا نقاش فيه فأشار كذلك إلى أن المغاربة أقلية داخل أقلية يعني نتحدث عن الأقليات المسلمة هنا فهناك أقلية تركية وأقلية سورية ربما عراقية ولكن فالمغاربة أقلية من داخل الأقليات الأخرى كما باختصار شديد كذلك تحدث عن بعض التحديات وبعض المشاكل التي يعني تقارب مسيرة العمل الاجتماعي والعمل الجمعوي هنا في ألمانيا فمشكل دور العجزة ومسألة الذبح والختان ومسألة المقابر الإسلامية وأشار كذلك أن في أزمة كورونا يعني تبين
دور وقيمة هذا المجتمع، لأن الكل كان يعني يتهرب أو يخاف من السفر مثلا إلى وكانت الحدود أصلا مغلقة، الإنسان يعني ما قدش يمشي للمغرب، فحتى الموتى ديالنا كانوا يعني يدفنون هنا في ألمانيا. فيعني أشار كذلك إلى مسألة تكوين أئمة مع جامعة مونستر، وكنت قد أشرت إليه، فأستاذ الأئمة إن شاء الله والمؤتمرين الاجتماعيين والمؤطرات أو المرشدات يعني مقبلون يوم الاثنين إن شاء الله على الحصول على الشوارع الجامعية مع جامعة مونستر وخصوص كلية الدراسات الإسلامية هناك. وأشار كذلك إلى دور الإمام، وربما أن هناك مشروع يعني يشتغل عليه السي عمر أن الإمام يكون موظف عند الاتحاد وليس عند المساجد، ولكن بطبع الحال مشاركة مع وزارة الداخلية والوزارات المسؤولة عن ذلك. فهذا باختصار شديد. وكذلك أشار إلى مجلة التراث، وهي مجلة إن شاء الله ستصدر عن اتحاد المساجد المالكية بشراكة مع الدكتور فضيلة الدكتور نخضر يحيى، نحييه يعني من هنا، والإخوة من وجدة يعني يبلغون سيبلغون تحية لفضيلة الدكتور. هو رئيس مختبر مناهج العلوم في الحضارة الإسلامية وجد التراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة وجدة، فإن شاء الله بشراكة مع هذا المختبر وفضيلة الدكتور سيد الخضر سوف نصدر إن شاء الله في القريب العاجل أول عدد من مجلات التراث التي بطبيعة الحال تهتم بتراثنا نحن كمغاربة هنا في ألمانيا، وستكون باللغة الألمانية واللغة العربية. إذن هذا الاختصار الجديد. الآن مع كلمة رئيس جامعة محمد الأول بوجدة سيدي ياسين زغلول، لا يعتذر كما أشرت عن الحضور، ولكن سيدي طيبي زهر الدين سيلقي الكلمة على مسامعنا ممثلا يعني لرئيس جامعة محمد الأول اللي تتضع مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية الشكر موصول لاتحاد المساجد المالكية في ألمانيا على الدعوة الكريمة. سعداء أن نتواجد معكم كل باسمه وصفته. نيابة عن السيد رئيس جامعة محمد الأول بوجدة أستاذ الدكتور ياسين زغلول الذي كان بيده أن يحضر معنا، ولكن تعذر عليه حضور في آخر المطاف لالتزامات طارئة مع السيد وزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، بالتالي فهو يبلغكم سلامه وتحياته ويقدر لكم كل هذه الجهود، وأكد علي بأن أبلغكم بأن جامعة محمد الأول بوجدة تبقى منفتحة على جميع الشراكات مع أولاً طلبتها الذين تعتبرهم سفراء لها في ألمانيا وفي كل الدول، على اعتبار أن جامعة محمد الأول يدرس بها العديد من طلبة من جنسيات مختلفة سواء إفريقية أو عربية، وأيضا مجموعة من الطلبة الذين تخرجوا وهم مغاربة ولكنهم استقروا في مجموعة من الدول الأوروبية. طبعا إذا كان للمسجد دور لا يمكن أن ينازع فيه أحد، فإن للجامعة أيضا دور آخر، وبالتالي هذا الدور الثقافي والتكويني هو يكمل دور هذه المساجد. وجامعة محمد الأول بوجدة اشتغلت كثيرا على ما يسمى بالدبلوماسية الموازية، وهذه الدبلوماسية الموازية يمكن أن تكون دبلوماسية ثقافية، ويمكن أن تكون دبلوماسية دينية، ويمكن أن تكون دبلوماسية اقتصادية، تفتح المجال أيضا لأولا التكوين والتأطير، ولما لا جذب الاستثمارات للمغرب ككل ولجهة الشرق التي تنتمي إليها هذه الجامعة العتيدة التي تأسست منذ 1978. طبعا الفكرة الأساسية في إطار هذا القبول بالآخر، القبول بالتعددية الذي هو محور هذه الندوة المباركة، هو قبول
بالآخر وقبول بثقافة الآخر دون أن ننسلخ من ثقافتنا، دون أن نخرج من هويتنا. صحيح بأنه علينا أن نندمج، علينا أن نقبل الآخر، ولكن لابد لهذا الآخر أن ينظر إلينا بالطريقة السليمة، بمعنى أننا نحن الذين علينا أن نحسن صورتنا. وهذه الصورة بالنسبة للغرب خصوصا، بالنسبة لكل هذه الدول في ظل موجات التطرف وموجات الإرهاب، كنا نفكر بطريقة ربما عشوائية نسبيا. كنا نؤمن بأننا لا يهم شكل الماء، المهم إطفاء الحريق، المهم أن نحسن صورتنا، ولكن لم نكن ندرك جيدا كيف يمكننا أن نحسن هذه الصورة. يمكننا اليوم أن نحسن هذه الصورة بطريقة أكثر دقة، أكثر أكاديمية. هذه الصورة اليوم لا يمكنها أن تتحسن إلا بالوسطية والاعتدال وقبول الاختلاف وتدبير الاختلاف وقبول الآخر. طبعا هناك مجموعة من الأفكار التي ترتبط أساسا بما يمكن أن نسميه الوسطية والاعتدال. عادة نحن يمكننا أن نتنبأ بالطقس، ولكن لا نفكر بأن هذا التنبؤ يكون صائبا، فنجانب تنبؤاتنا بالطقس، ولكننا نخطئ في المشوار لأننا لم نأخذ بعين الاعتبار هذه التنبؤات بالشكل المطلوب، فكنا مجبرين في آخر المطاف على قبول هذه التنبؤات والاعتماد عليها في مساراتنا اليومية. نفس الشيء بالنسبة للتدين، هناك إشكال كبير اليوم في العالم، ونحن نشتغل في مجموعة من القطاعات بجامعة محمد الأول من أجل التواصل، من أجل إزالة هذا اللبس وهذا الغموض الذي يكتنف علاقة الجامعة بالمساجد، علاقة الدين بالثقافة وكل هذه الخلفيات. اليوم بين التدين والتشدد هناك شعرة دقيقة، ولكن بين التشدد والتطرف شعرة أدق. وبالتالي فاليوم دور الجامعة ودور المساجد هو الالتزام بهذه الوسطية التي تسمح لنا بأن نجمع شمل الجميع تحت سماء وطن واحد هو المغرب، الذي نعتز جميعا بالانتماء إليه وندافع عنه طبعا بعد الدين الإسلامي. اليوم نحن ندرك بأن ما يعرفه العالم من موجات متطرفة، من إرهاب، هو نابع من فهم مغلوط للدين، وهذا الفهم المغلوط للدين يحتاج منا جميعا، سواء كاتحاد المساجد المالكية بألمانيا أو كمغاربة العالم في كل بقاع العالم أو كجامعات أو كمثقفين، يحتاج منا أن نقوم بمجهودات كبيرة من أجل تصويب هذه المفاهيم وتصحيحها، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالاعتدال والوسطية والتعايش وقبول الآخر. قد نختلف في الرأي بكل تأكيد، ولكن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. علينا أن ندبر اختلافاتنا بكل تأكيد، لأننا نؤمن بأن التطرف يقود إلى التهور ويفضي الاعتدال دوما إلى مفاهيم الحكمة. طبعا أطيل عليكم كثيرا، فقط أنا أؤكد نيابة عن سيد رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، لأن جامعة محمد الأول التي تضم أكثر من 70,000 طالب اليوم تحتاج إلى طلبتها في كل بقاع العالم، وهي دعوة اليوم لاتحاد المساجد المالكية بألمانيا للتفكير في خلق جمعية
لطلاب جامعة محمد الأول بوجدة، تكون صلة وصل بين الجامعة وبين سفرائها. وجامعة محمد الأول بوجدة إذ تعتز بهذه الشراكة مع اتحاد مساجد المساجد المالكية بألمانيا، فهي تعتز بكل أبنائها وطلبتها الذين تخرجوا منها، وهي دعوة مفتوحة لبناء مجموعة من الهياكل. اليوم جامعة محمد الأول لها مجموعة من الهياكل والبنيات التكوينية والبحثية، لدينا مراكز ترتبط وتشتغل في مجال الهجرة بقيادة الأستاذ الدكتور عبد الحق الباكوري، لدينا مجموعة من الندوات التي نظمتها فيما يخص الدبلوماسية الدينية والدبلوماسية الإفريقية. نحن ننفتح على جميع الثقافات ومستعدون لكل شراكة يمكن أن تساهم في ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال والتعايش، خصوصا مع أبناء الوطن وخريجي جامعة محمد الأول بوجدة. لقد حان الوقت اليوم أعتقد بأن نشتغل جميعا وأن نشتغل سويا من أجل مغرب أفضل، ومن أجل أن ينظر إلينا الغرب بالصورة الحقيقية التي نحن عليها، لا أن ينظروا إلينا دائما بتلك الصورة المغلوطة التي تنظر إلينا كأننا متطرفين أو إرهابيين أو أننا نقوم بأشياء غير مقبولة تخرج عن نطاق ما هو مسموح به في ديننا الحنيف. إذن حان الوقت اليوم لأن نقول للجميع بالعمل وبتوضيح الرؤى بأن الخوف من الشمس لن يمنع الشروق، وأن صورة المغرب الحقيقية والمغرب الإسلامي هي صورة الاعتدال والوسطية وقبول الآخر والتعايش. And we have to be together in order to improve our relationship. نتمنى بأن تتضافر جهودنا سويا من أجل أن نؤسس لهذه العلاقة التي نريد لها أن تكون متينة. نحن لهنا الإشارة للاشتغال في مجلات تهتم بالتراث وبالثقافة الدينية وبالدبلوماسية الدينية وبأدوار المساجد وعلاقة المسجد بالجامعة، وأن نشتغل في بنياتنا البحثية كاملة معكم، نضعها رهن إشارتكم من أجل خدمة الوطن ومن أجل تسويق جامعة محمد الأول أولا، وتسويق الوطن للغرب بالصورة التي تليق بنا جميعا. أشكركم وأستسمحكم. شكرا فضيلة الدكتور زهر الدين الطيبي. سيدي الطيبي هو أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الأول، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بوجدة، ووسيط جامعة محمد الأول كذلك. فشكرا كثيرا على هذه الكلمة الطيبة والمداخلة النيرة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. الآن مع كلمة سيدي جواد الشقوري عن مجلس الجالية المغربية بالخارج. سيدي جواد تفضل. مشكورا. بداية أشكر اتحاد المساجد المالكية بألمانيا على هذه الدعوة الكريمة، ثم أشكرهم أيضا على اختيارهم لهذا الموضوع المهم، ثم أحييهم على هذا الانفتاح وهذه الروح الانفتاحية على الجامعة المغربية، لأن اقتناعنا في مجلس الجالية المغربية بالخارج أنه بدون معرفة علمية لا يمكن أن نتطور ولا أن نتقدم إلى الأمام. فالأساس هو مراكمة
معرفة علمية تتعلق بالهجرة في كل أبعادها المختلفة. والجامعة المغربية تضم قطرا معرفية وقطرا علمية قادرة على تصويب الرؤى وقادرة على تحقيق نوع من التقدم بالهجرة وكل المعرفة المتعلقة بالهجرة. ما له علاقة بالتعددية الثقافية؟ في الحقيقة هذا الموضوع ليس من قبيل الترف الفكري، يعني هو موضوع يلاحقنا دائما، لكن المقاربات تختلف حسب رؤية كل من يتصدى لهذا الموضوع. إذا كان العنوان هو دور المؤسسات الإسلامية في ترسيخ تعددية ثقافية، فأنا أقول بأن الإجابة على هذا الإشكال يتعلق أولا بطبيعة المقاربة التي تنهجها المؤسسات الإسلامية في علاقتها بهذه القيمة أو بهذا المفهوم. بمعنى آخر، لا يمكن أن نرسخ التعددية الثقافية داخل مجتمعات ثقافية مختلفة عن مجتمعاتنا الثقافية الإسلامية إذا لم تكن لدينا رؤية دقيقة لهذه القضية. فعلاقتنا بالكثير من القضايا، الآن إذا تأملنا بهذه المفاهيم وبهذه القضايا المعاصرة مثل التعددية الثقافية، الاختلاف، الحرية، المرأة، هذه القضايا كلها ليست نتيجة طبيعية لتطور المجتمعات العربية والإسلامية. صحيح أن تراثنا يضم الكثير من المقولات حول هذه القضايا، ولكن نحن بدأنا نكتشف هذه القضايا من خلال صدمتنا بهذه المجتمعات المتطورة. بمعنى آخر، أن الكثير من هذه القضايا الفكرية الراهنة فرضها التطور الطبيعي الذي عرفته المجتمعات الغربية، ثم انتقلت إلينا عبر قنوات متعددة ولأسباب متعددة، أسباب تاريخية وأسباب فلسفية انتقلت إلى بلداننا. ولكن لا يمكن أن نرسخ هذا المفهوم إذا لم نكن نحن أصلا الذات الإسلامية تتوفر على رؤية دقيقة لهذه التعددية. إذا تأملنا الآن في الفكر الإسلامي المعاصر نجد أن هناك ثلاثة اتجاهات في علاقتها بمفهوم التعددية الثقافية وبالمفاهيم الأخرى كالحرية، كحقوق الإنسان، كالمواطنة، إلى غير ذلك من المفاهيم. هناك اتجاه الرفض، بمعنى أنه يرفض كل المفاهيم التي أتتنا أو جاءتنا من الثقافة الغربية أو من الثقافة الأوروبية بشكل خاص. هذا اتجاه، يعني يرفضه بشكل كامل. هناك اتجاه آخر هو اتجاه القبول، أنه يقبل هذه المفاهيم بغض النظر عن مرجعيتها، لأن المفاهيم مثل التعددية، الحرية إلى غير ذلك هي مفاهيم لها أسس فكرية وأسس فلسفية. هذا الاتجاه هو اتجاه القبول المطلق. هناك اتجاه ثالث، بالنسبة للاتجاه الأول أقرب إلى التكفير، اتجاه التكفير أنه الرفض المطلق للمجتمع، والاتجاه الثاني القبول المطلق بمرجعية هذه القيم الفلسفية والفكرية. ممكن أيضا أقرب إلى الإلحاد، يعني التكفير والإلحاد. وهناك اتجاه ثالث هو اتجاه الوسط بين مزدوجتين. هذا الاتجاه هو اتجاه التأصيل الشرعي لهذه المفاهيم، يأتي مثلا للتعددية الثقافية، للحرية، للمواطنة، فيقول هذه الأمور، هذه المفاهيم لا من ناحية الشرعية تجوز ومن ناحية الشرعية لا، الشرع ليست لديه مشكلة مع هذه المفاهيم. فهو اتجاه التأصيل، يقول أننا نحافظ على منطلقاتنا، نحافظ على أسسنا الدينية، ولكن نقبل بهذه هذه المفاهيم. هذا الاتجاه الذي يسمى بالاتجاه الوسطي، رغم أنه قد يبدو للوهلة الأولى هو اتجاه سليم، ولكن في رأيي الشخصي إذا تأملنا أكثر في هذا الاتجاه
نجد أنه أن هذا الاتجاه يتضمن مجموعة من المحاذير. لماذا؟ لأن المبالغة في القول بأن كل هذه المفاهيم من تعددية واختلاف وحرية ومواطنة ممكن أن نؤصل لها شرعا، فهذا الأمر قد يوحي بأن لا فرق بين المنظومة الإسلامية وبين المنظومات الأخرى. فيمكن لسائل أن يسأل ويقول: إذا كان الإسلام ليست لديه أي مشكلة مع كل هذه المفاهيم، فما الإضافة النوعية التي يقدمها للعالم؟ فهذا محذور معرفي، رغم أن هناك اختلافا كبيرا بين رؤية الإسلام للعالم والرؤية التي انبثقت من خلالها هذه القيم. إذا كيف يمكن أن نتعامل مع هذه القضية؟ أنا في رأيي الشخصي أن مسألة التعددية لا تحتاج إلى كثير من التأصيل. الآن الفكر الإسلامي ينبغي أن ينتقل من مرحلة التأصيل الشرعي، بمعنى أن أي قضية من القضية نقول بأنه مثلا المرأة، الإسلام كرم المرأة، والإسلام هو الذي جاء بحقوق المرأة، المرأة الشخص الوحيد الذي ذكر في مثلا في ما له علاقة بالدين في تعالى آخر أنه مريم عليه السلام هي المرأة الوحيدة التي ذكر في، يعني هذه القضايا النظرية، هذه القضايا الآن أعتقد أننا ينبغي أن نتجاوزها. كيف نتجاوزها هو أن نتحرك وفق خطين. الخط الأول هو أن نتأمل، أن ننتج خطابا يبين للعالمين، للناس، هل فعلا هذه القيم وهذه المفاهيم المنتشرة الآن مثلا في الحضارة العربية والحضارة الأوروبية، هل فعلا استطاعت أن تحقق الكرامة للإنسان؟ هل استطاعت مثلا أن تحقق الحرية للإنسان، الحرية بمفهومها العام؟ وهذا أمر يحتاج إلى جهود. وأنا دائما أقول أن الإمام أو المشتغل بقضايا الدين في السياقات الأوروبية يجب أن يستفيد من الكتابات النقدية للحضارة الغربية المعاصرة. الكثير من الكتابات النقدية يمكن من خلالها أن نطور وأن نقوي الخطاب الإسلامي. أعطي لكم مثالا بسيط ولكن يحمل عمقا فلسفيا ومعرفيا كبيرا. تتذكرون الرسوم المتحركة التي كانت منتشرة أكثر من 20 أو 15 سنة، بوكيمون. هذه الرسوم المتحركة إنجاز التعبير أحدثت ضجة في تلك الفترة في صحف الأطفال وفي صحف المسلمين، وبدأت بعض المشايخ يصدرون فتاوى التحريم لأن فيها كذا وكذا، يعني من الناحية الفقهية حلال حرام إلى غير ذلك. أنا في تلك الفترة قرأت فتوى لأحد العلماء في مجلة يعني ليست بالعربية، يعني ترجم فتواه التي يدعو فيها إلى التحريم كذا وكذا. لو كان الخطاب الإسلامي يقرأ الكتابات الأخرى التي تعاملت مع هذه المنتجات الثقافية لأصبح خطابنا الإسلامي لا استطاع أن يصل إلى مساحات واسعة من الناس ولو كانوا غير مسلمين. لأننا عندما نعتمد دائما على الخطاب الفقهي، حلال حرام، يجوز لا يجوز، هذا الأمر يستهدف فئة المسلمين. لكن إذا وسعنا الرؤية، وهذا هو طبيعة الإسلام أنه رحمة للعالمين وأنه موجه للناس كافة، إذا استطعنا أن نطور الخطاب فنستطيع أن نصل إلى مساحات أخرى من غير المسلمين. فقرأت عمودا يعني في إحدى المجلات باللغة الفرنسية لمفكر اسمه إيناسيو راموني، تحدث سمى افتتاحيته ببوكيمون، فبدأت أقرأ فوسع لي الرؤية، فبدأ يتحدث كيف أنه يتم التمهيد للاستنساخ البشري، تمهيد العقل البشري لقبول يعني مخلوقات جديدة. تحدث عن نظرية التطور الداروينية التي
بدأت تطبع في الجانب التربوي الاجتماعي السياسي إلى غير ذلك. فتصوروا لنا لو كان عندنا خطاب إسلامي وعندنا فقهاء استطاعوا أن يمزجوا بين الخطاب الإسلامي الفقهي الذي يتوجه إلى المسلمين والخطاب الآخر الذي يسمى بالخطاب الوجودي الفطري الذي يتوجه إلى 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 الناس عامة، لاستطعنا أن نصل إلى الناس بشكل كبير. فإذا قضية تعامل مع مثل هذه المفاهيم قبل أن نرسخها ينبغي أن نصوب رؤيتنا لهذه القضايا. المسألة في بعض الأحيان في الفكر الحضاري ليس مثل الفكر السياسي التوازنات والموازنات، لا، أنا أقدم ما رؤيتي للعالم كما هي في علاقتي بالآخر، في ليست هناك نوع من المداهنات. فالمشكلة فيها أنا إذا لم أستطع أن أصل إلى الآخر، لأن أي إنسان كيفما كان يحمل نفخة من روح الله سبحانه وتعالى، يعني نفخة الروح الله سبحانه وتعالى يحملها أي إنسان. فإذا لم نستطع أن نصل إلى هذه النفخة فالمشكلة فينا نحن، وبالتالي ينبغي أن نشتغل أكثر ليس على التأصيل لهذه المسألة، وإنما أولا أن نبين هل فعلا هذا النموذج الحضاري الأوروبي فعلا هل حقق للإنسان حريته. عندما نتحدث عن المرأة خطاب الكثير من المدارس الفكر الإسلامي، دائما عندما نتحدث عن المرأة نتحدث دائما عن الإسلام كرم المرأة الإسلام، عن النصوص كثيرة، وهذه النصوص يمكن أن يسلم بها من يعيش ضمن سياق ثقافي إسلامي، لا يمكن أن يسلم بها من يعيش في سياق ثقافي آخر. ولذلك أنا في هذه القضايا يعني التعامل مع المفاهيم ينبغي أن المفاهيم مفهوم التعددية ومفهوم الاختلاف الإقبال على الآخر والقبول قبول الآخر ينبغي دائما أن يتميز بالدقة. مثلا قضية المرأة في الخطاب الإسلامي بشكل عام كثير من القضايا تحتاج إلى ذكاء. عندما نتحدث عن تحرير المرأة في الخطاب الإسلامي ليس هناك تمييز بين الحركات مثلا النسوية التي تدعو إلى تحرير المرأة، ولكن في إطار أسرة فيه رجل امرأة أولاد في إطار الأسرة التقليدية، وبين الحركات الأخرى، وهذا اتجاه هو اتجاه غالب الآن في أوروبا هو الفيمينيزم الذي هو اتجاه ينظر إلى أن التاريخ وبين قوسين الآلهة واللغة كلها ضد المرأة، فهؤلاء يحاولون أمكن أن يقدموا مشروعهم ضد الرجل. ففي الفكر الإسلامي لا نميز، عندما ننتج خطابا لا نميز بين هذه المستويات. قاعدة قرآنية ليسوا سواء بمعنى أنه يجعلك الخطاب القرآني أدوات للتحليل عندما تتعامل مع ولكن في إطار الأسرة، ولكن أيضا هناك اتجاه آخر تقول لك مثلا الآلهة كلهم ذكور، مثلا اللغة إذا كان لديك مليار امرأة ورجل في اللغة دائما يتم التذكير، يعني حركة خطيرة سماها البعض، سماها المفكر المصري الراحل رحمه الله عبد الوهاب السيري بحركة التمركز حول الأنثى لكي يميز بين حركة تحرير المرأة وحركة التمركز حول الفيمينيزم. ولذلك وأتى بمقولة لإحدى نسيت اسمها، إحدى رائدات النسوية البريطانية أو الأمريكية، قولة يعني تلخص كل شيء. قالت إذا كان الفيمينيزم أو التمركز حول الأنثى النظرية فإن السحاق هي التطبيق، هذا توجه، هذه حركة. ف
فالفكر الإسلامي في الكثير من القضايا المتعلقة بالتعددية، بالحرية، بمعادلة مثلا السامية، رغم أن العرب كثير من القضايا ينبغي دائما أن نميز بين مستويات هذه القضية، والخطاب القرآني يمكن أن نستفيد منه في هذه المسألة. باختصار شديد ولكي أختم، ليست المشكلة في التأصيل والتنظير، لدينا نصوص كثيرة فيما له علاقة بالتعددية. في سورة سبأ هناك آيتان رائعتان فيما له علاقة بقبول الآخر والانفتاح عليه، لأنه عندما تكون دائرة إسلامية فأنا أؤمن بأن ما عندي مطلق، معتقدي وعقيدتي الأمور مطلقة، يعني بمعنى هو الحق، ولكن داخل دائرة إسلامية. ولكن عندما أكون مع منطلقات متعددة لا يمكن، إذا اعتقدت أنا أن هذه مسألة نفسية، أن ما عندي هو المطلق وما عند الآخر هو المطلق، فلا يمكن أن نتحرك. ولذلك شفت في سورة سبأ شوف الأدب، قلت إن أو إياكم لا على هدى، بمعنى أعتقد 50 للذات و50 في مئة الآخر، لا على هدى أو في ضلال مهم، بمعنى أنه لأن الحواجز النفسية، الخطاب في ما له علاقة بالعلاقة بالآخر، يعني يحاول أن يكسر كل حواجز نفسية، إن أو يكون على هدى أو في ضلال، بمعنى حتى أنا يمكن أن أكون على ضلال مبين، ولكن تملو الآية، زين؟ تملو هذه الآية، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسألوا. عندما يتعلق الأمر بالذات، الذات الإسلامية، الذات يعني استعمل كلمة أجرمنا جرم، وعندما يتعلق الأمر بالذات بالآخر أخطأنا. يعني هذه الآيات تحفز، لأن الإقبال على الآخر لا يعني القبول، الإقبال لا يعني القبول، يعني أقبل على الآخر، لأن هذه الآيات تكسر مشكلات الخطاب الإسلامي. آية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه آية منتشرة بشكل كبير، يعني حتى تجد أن العوام يحفظون هذه الآية، ولكن قلة مثلا من يحفظ ليسوا سواء. ياك علاش؟ القرآن الكريم، عندما نتعامل مع القرآن الكريم دائما نتعامل معه من خلال السقف المعرفي واللغوي والنفسي. المسلمون مروا بصدمات قوية، بمعنى آخر الاستعمار، ما حدث في فلسطين إلى غير ذلك من الأمور، أحدثت في الصف الإسلامي، في صفوف المسلمين، حالة من رفض الآخر. فعندما نقرأ هذه المسألة المعروفة، القرآن كيجاوبك على حساب الهم اللي كتاخذه معك فاش كتقرأ القرآن. راه الشافعي رحمه الله، الشافعي باش معروف، الفقهاء اللي عندنا هنا كيعرفوا أنه الصلاة لما يسمى بأصول الفقه. قبل الشافعي، وغادي نختم هنا، قبل الشافعي بدأوا بعض العجم ماشي عرب يدخلوا في الإسلام. فاش بدأوا يدخلوا في الإسلام ما كانش عندهم اللغة العربية، وبدأوا يجتهدوا في الدين، فلأن الصحابة وبعض الصحابة والتابعين فاش كانوا كيفتيوا ولا كيصدروا أحكام شرعية كانوا يعتمدون على قانون كان عندهم، مثلا كانوا كيعرفوا بلي الأمر يفيد الوجوب إذا كان وكذا عندهم في الراس ديالهم. ولكن مع دخول العجم في الإسلام بدا هذاك السليقة الفقهية وديك الملكة الفقهية ما بقاتش. دونك شنو دار هو الشافعي؟ قال خصني كيفاش نوضع واحد القانون باش تجتهد، اشنو خص دير؟ خدام هذاك الهم المعرفي، هذاك الهم يعني سكنه ذلك الهم المعرفي.
لما بدا كيقرا القران الكريم بدا كيقرا بهذاك العلم، بداو مجموعه الايات كيلقى فيها التاصيل لهذا القانون. فمثلا قرا ايات قايل الايه ديال القياس، فاعتبروا في يوم بني ماضي، فاعتبروا يا ايها الابصار، فاستنتج منه القياس. فالقضيه ديال القران الكريم علاش 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 هذه لن ترضى عنك اليهود والنصارى هذه تفرض على الاخرين، لان نفسيه المسلم مكانه العلماء والناس، لان الانسان العادي يمكن يقراه ما غاديش ينتبه، ولكن العلماء كذا لما قراوا القران الكريم قراوا والانسان عامر بالصراعات الثقافيه، الصراعات الحضاريه، الاستعمار الاخر، رفض الاسلام كذا، فلما كتقرا كيبانوا لك الايات ديال السيطره اللي عندها سياق معين. بالمناسبه انا في الاطروحه الدكتوراه ديالي اشتغلت على هذا الموضوع ديال اثر السياق في توجيه الاحكام الشرعيه، يعني كيفاش السياق الكونتكست كيفاش كيأثر في توجيه الاحكام الشرعيه. والسياق ماشي السياق الثقافي فقط، فالسياق النفسي. الكثير من الاحكام وتلقى الفتاوى لا يمكن فهمها فقط من خلال الشرع، وإنما حتى من ناحية نفسية المجتهد والعالم اللي كيتعامل مع هذا الأصل. وبالتالي نحن بحاجة يخص استصحاب، كما ابن مسعود رضي الله عنه يقول ثوروا القرآن، أو علي بن أبي طالب ذلك القرآن فاستنطقوه، استنطاق القرآن يعني أنك، ولكن خصك تحمل معك الأسئلة الصحيحة، القضايا المعرفة الصحيحة، معرفي حتى صحيح. وهذا الشيء راه ماشي خاص بالعلماء الشرع، هذه القضيه راه ممكن اديب واحد في العلوم السياسيه يحمل معه مجموعه من هموم المعرفيه القران الكريم غادي يجاوبه، وهذا اللي لا تنقضي عجائبه. وشكرا جزيلا. شكرا لفضيلة الدكتور سيدي جواد الشقوري على هذه المداخلة والكلمة الطيبة. فالإخوان يعني قرروا أن نديروا شوية استراحة، ربما خمس دقائق، خمس إلى سبع دقائق، اللي بغى يصلي وكاين اللي بغى يشرب، كاين الماء وكاين الحلويات وكاين العواصف، فإن شاء الله واحد خمسة دقائق إلى سبع دقائق استراحة، وبعد بعد ذلك نستأنف أشغال هذه المنبه، لأن هناك مازال محاضرات وهناك المائدة المستديرة وكذلك مجموعة من الأنشطة الأخرى. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. من خلال مجموعة من التساؤلات نتمنى أن تكون أو أن تفيد في هذا اللقاء الكريم. من قبل لكي أختصر، قبل الحديث عن الدور الذي يلعبه الدين لدى المهاجرين المغاربة خصوصا في أوروبا، في سيرة المنهج، لأن سأتحدث عفوا عن متغير الهجرة، سأتحدث عن متغير الدين في علاقته مع السيرورة التي نطمح إليها من خلال يعني عملية الاندماج. وهذه العملية ديال الاندماج هي جزء يعني بمثابة واحد الاتجاه الذي بدأ النقاش فيه في الغرب، ولكن هناك يعني اتجاهات أخرى، وهو الاتجاه الذي سوف نتحدث من خلاله حول التعددية الثقافية، وهناك اتجاهات أخرى حول التعايش والتلاقح الثقافي والذوبان والاستيعاب ثم الاندماج. للإشارة فقط أن هناك مجموعة من الاتجاهات وكل دولة لها اتجاه. بالنسبة لفرنسا نجد أنها بدأت
من المستوى ديال التكيف لادابتاسيون ديال المهاجر داخل المجتمع، انتقلت الى الاستيعاب، ثم انتقلت الى مسألة اخرى اللي هي الاندماج حاليا. ولكن الاندماج حاليا في فرنسا، الاندماج بخصوص من 2010 هنا، الاندماج حاليا في فرنسا هو الاندماج الاقتصادي والنقاش الهوياتي والعقائدي والتقاليدي، يعني العادة السلبية للمجتمع، فهي خارج هذا السياق. بالتالي هناك اندماج اقتصادي للدرجة الأولى. ننتقل إلى يعني إسبانيا، تتحدث عن اتجاه آخر اللي هو لو فيف أونسومبل، يعني التعايش. يعني جميع الأقليات، جميع يعني داخل المجتمع تتعايش فيما بينها، لكي لأن هذه السياسة سياسة الدولة. إذا هناك عندما نتحدث عن التعددية الثقافية، نتحدث في دولة كندا بالدرجة الأولى وإنجلترا، لأن هي المؤسس لهذا الاتجاه، اتجاه التعددية الثقافية. سنعرج لماذا ألمانيا هناك فيها ضعف نسبيا في هذا التعدد الثقافي، لأن هناك مجموعة من المتغيرات ومجموعة من المسائل التي طرأت على المستوى السياسي. إذا لندخل في الموضوع قبل الحديث كما قلنا على الدور الذي يلعبه الولد لدى المهاجر في سيارة الاندماج وفي التكيف السوسيو اقتصادي داخل المجتمع الألماني، لا بد من الإشارة إلى مستويين أساسيين. المستوى الأول هو أن الدول التي كانت مصدرة للهجرة أصبحت الآن هي دول للعبور، ويعني وهناك دول لتسويق لها كالبلدان للاستقرار، مثلا كالمغرب وتركيا والمكسيك. المستوى الثاني هو أن الدين أصبح متغير مركزي في الديناميات الهجروية الموجودة في العالم. بالتالي المفهوم الديني والهويتي أصبح متغير مركزي وله دور مركزي وفاعل داخل هذه المجتمعات. المستوى الثالث يعني في داخل المستوى الثاني أن الدين يؤثر في السياسات العمومية التي تأخذها الدولة من أجل بلورة هذا النموذج، سواء كان نموذج التعددية الثقافية أو التلاقح أو التعايش أو الاستيعاب أو الدول. هناك مسألة أخرى للدين دور فيها، هو أنه يؤثر في تدبير التنوع والتعدد الإثني والثقافي داخل المجتمعات. إذن عبارة أخرى، أن الدين هو المحرك لهذا المجتمع، سواء من خلال تأثيره في التنوع وفي السياسات وفي الديناميات الهجرية. إذن لمناقشة هذا الدور الذي يلعبه الدين في عملية الاندماج، سيتم الإشارة إلى مرحلتين أساسيتين. غادي نشوفوا واحد جوج مرحلات وغادي نقيسوا بهم درجة ديال الدين كيف أنها تتدخل في هذه العملية. سنبقى المرحلة الأولى هي هجرة المغاربة اتباعا للاستعمار إلى الجزائر. شكون كان كيهاجر إلى الجزائر؟ الريف بالخصوص، يعني سكان الريف كانوا هم السباقين للهجرة داخل المجتمع الجزائري. المجتمع الجزائري كان مستعمر، يعني المجتمع بدوره كان يدين بالديانة الإسلامية كما تعرفون جميعا، ولكن هناك متغير آخر هو المستعمر اللي هو النصراني باللغة اللي كانوا كيستعملوها في ذلك المرحلة. في هذه المرحلة عرف المغرب حركات أنثى وتدفقات هجرية اختلفت وتنوعت، منها حركات دائرية، حركات موسمية، وحركات نزيهة. يعني كان المهاجر يذهب للاشتغال ويرجع، يعني لمدة 3 أشهر 6 أشهر ويرجع إلى بلده. من خلال هذه الحقبة التاريخية التي هاجر فيها المغاربة ولا سيما الريفيون إلى الجزائر، هذه الهجرة كانت كما عبر عليها هارت 2016 بالهجرة حسب نموذج الخطاب، وهذه دراسة كان قام بها هذا العالم في هذا الاتجاه. لجأ قلنا الريفيون إلى هذه الهجرة قصد مواجهة ماذا؟ الأوضاع الاقتصادية المزرية التي كان يعيشها المجتمع الريفي، ثانيا الطبيعة الصعبة التي يتميز بها هذا المجتمع. إذن هذا هو الأسباب الرئيسية التي جعلته يهاجر إلى لكي يشتغل. كانت هجرة بطبيعة الحال كنا موسمية، على الرغم من هؤلاء كانوا يشتغلون مع النصارى، ولكن كان هناك يعني متغير آخر، هو أنه في بلد إسلامي.
وليس بلد مثلا ألمانيا أو بلد من الدولة يعني الغربية. الشيء الذي لم يشكل نفر فترة لم يشكل عائقا لممارسة الشعائر الدينية داخل هذا المجتمع، بحكم أن المهاجر كان يشتغل في هذا المجتمع اللي هو مجتمع مسلم، رغم أن هناك تركيبة أخرى هي النصارى داخل هذا المجتمع. إذن الدين هنا أصبح ماذا؟ أصبح عاملا مساعدا لصيرورة الاندماج الاقتصادي والثقافي والديني والهوياتي داخل المجتمع الجزائري. المرحلة الثانية، المرحلة الثانية بعد حصول الجزائر على الاستقلال، وكما تعرفون جميعا حتى المغرب بعد ذلك، بدأ المهاجرون يهاجرون إلى أوروبا سواء من الجزائر أو من المغرب. إذن هذه الرحلة أو هذه الهجرة التي انتقل فيها الريفيون من مع المعمر الفرنسي إلى فرنسا وإلى بلدان أوروبا كألمانيا وهولندا، تطورت هذه الأشكال الهجرية ليس من الريف فقط وإنما على مستوى المغرب ككل، يعني بدأ المهاجرون يهاجرون في اتجاه الدول الغربية وعلى رأسها كما قلنا ألمانيا وهولندا وفرنسا. نظرا لانخراط الفاعل السياسي في هذه العملية، يعني بدأت المجتمع المغربي ولا الفاعل السياسي المغربي بدأ يقوم باتفاقية شراكة مع المجتمعات الغربية في هذا الاتجاه، يعني اتفاقية شراكة التي سمحت بتكريس هجرة العمال إلى هذه الدول سواء الدول يعني كما قلناها. وبالتالي في البداية لم يتوقع أحد أن المهاجرون سوف يستقرون بالخصوص في ألمانيا. تعرفون يعني المجتمع الألماني كيف كان في البداية قبل يعني الفترة التي كانت هناك فيها يعني انقسام بين برلين الشرقية وألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. إذن كان هناك مجتمع يعني أحادي، كان هناك مجتمع ليس مجتمعا يعني متفرق، وإنما مجتمع له يعني معتقد أساسي، معتقد ديني أساسي كان يؤمن به آنذاك. بعد ذلك أصبحت الهجرة يعني دائما في الوقت الحاضر، يعني سمح للمهاجرين في هذا البلد بلم الشمل العائلي الحصول على أوراق الإقامة ثم الحصول على الجنسية بعد ذلك. ولكن قبل هذه الفترة كانت ألمانيا تعيش يعني مجموعة من الإكراهات، وهو الإكراه الأول هو يعني الانقسام الذي كان، والمجتمع الألماني كان يؤمن بمسألة واحدة هي المجتمع الجرماني، يعني المجتمع حتى الجنسية كانت بالدم، يعني الألمانية تتزوج ألمانية فقط. بعد ذلك ملي انفتحت وملي يعني بقاش يعني ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية توحدت في الأخير، بالتالي بدأت هناك إرهاصات أولية لبوتقة هذه القضية ديال التعددية وديال التعايش في المجتمع. إذن بدأ المجتمع ينفتح وبدأ يستقبل يعني مجموعة من يعني التيارات ومجموعة من الحركات ومجموعة من الأشخاص ذات تقاليد متغيرة. إذن هنا إذن هؤلاء المهاجرون أصبحوا يعيشون في مجتمع متعدد لغويا وثقافيا وهوياتيا ودينيا. لهذا أصبح الدين يشكل في الوقت المعاصر ليس كما قلنا في السابق يساعد على الاندماج، ولكن هناك ضعف في صيرورة اندماج المهاجرين المغاربة في المجتمعات الغربية. علاش هذا الضعف؟ لأن الرهان الأساسي للمجتمع داخل خصوصا في ألمانيا مثلا، هناك الرهان على ما هو اقتصادي فقط، هو الشغل، يعني يأتي المواطن إلى هنا أو المهاجر ليشتغل، ولكن لا يندمج ثقافيا وعرقيا وإثنيا ولغويا داخل هذا المجتمع. لماذا؟ لأن الرهان قلت هو رهان اقتصادي فقط وليس رهان اجتماعي وثقافي، لأن الاندماج الاقتصادي لا يعني الاندماج الاجتماعي. كلكم يعني في هذه القاعة أنكم مندمجون اقتصاديا داخل المجتمع الألماني، لكن كتمشيو للكنيسة، كتمشيو للبار، كتمشيو لتقاليد أخرى، لا يمكن، يستحيل. وبالتالي هنا الاندماج اندماجا اقتصاديا في المجتمع الألماني واندماجا اجتماعيا وتقاليديا وعقائديا في المجتمع المغربي. إذا الرهان ديال هذا المجتمع هو هكذا، يعني متأكد. وبالتالي ألمانيا منذ 2015
ملي بدات كتقبل اللاجئين وخصوصا مليون لاجئ داخل المجتمع، بدات يعني هناك متسع ديال النقاش في مجال التعدديه الثقافيه، يعني هناك استيعاب لهذا المهاجرين من اجل يعني المشاركه في اقتصاد المجتمع الالماني، مشاركة في الدورة الاقتصادية، ولكن النقاش الهوياتي والعقائدي والمسائل الأخرى كلها خارج هذا السياق. إذا قلت لأن الاقتصادي لأن الاندماج الاقتصادي لا يعني الاندماج الاجتماعي والديني بقدر ما يعني هناك استراتيجيات للتكيف وتحسين المستوى الاقتصادي مع الحفاظ على الهوية الاجتماعية الأصلية للمواطن المهاجر. لأن الاندماج الاجتماعي يعني الاستيعاب الكلي للثقافات والديانات. هل أنتم مستعدين يعني لديكم استيعاب كلي للثقافات المنتشرة في المجتمع الألماني؟ أكيد لا. وبالتالي دائما الحنين إلى الهوية وهي والثقافة والدين التي تم تنشئته الاجتماعية من خلاله. يعني الفرد تم تنشئته الاجتماعية في الرشيدية، هناك نماذج ديال الرشيدية، هناك وجدة، إذن ديك التنشئة الاجتماعية ملي تحدث في ألمانيا راه ما يمكنش نفصل الدماغ ديالك ونرد تمشي للكنيسة وتمشي لها. وبالتالي يتعذر بهذه الجملة الاندماج الثقافي والعقائدي داخل مجتمعين متغير لهذه العادات وهذه التقاليد. الشيء الذي لا نجده في خطاب المهاجرين الذين يعيشون في المجتمعات العربية الغربية أو الأوروبية. أتمنى يعني من هذه المداخلة للأستاذ أن يشاركنا في من خلال يعني الاتفاقية الشراكة في دراسات ميدانية تحث على هذه أو تدرس هذه المتغيرات التي يعيشها المجتمع الألماني، وبطبيعة الحال سيكون يعني الخروج بنتائج وبكتاب مثلا جماعي في هذه الحالة أو بدراسة ميدانية داخل هذا المجتمع لكي نقيس. ماذا نقيس؟ عندي الدين شنو هو؟ هو كوم أن كاتاليزور، واحد المقياس اللي غادي نقيس به مدى اندماج الفرد داخل المجتمع سواء في إطار تعددية أو في إطار تعايش أو في إطار التلاقف الثقافي. اللي أساسي خصني نعرف فين وصلنا، شنو هي الدرجة ديال الاندماج ديال المهاجر في ألمانيا، فين وصل؟ واش راه 60% ولا 50% ولا 70%؟ وشنو هي العراقيل التي تعوق هذه السيرورة ديال الاندماج؟ بالتالي لا يحسون بانتماءاتهم إلى تلك المجتمعات كنا حاضرين ودين وثقافيين. ومن هنا يحافظون على ثقافتهم وهويتهم الأصلية. إذن أنتم جميعا منخرطين ومندمجين اقتصاديا ولكن تحافظون على ثقافتكم وهويتكم الأصلية داخل هذا المجتمع المتعدد ديال الثقافات. وهذه نتيجة منطقية، يعني لا أحد يناقش فيها، وبالتالي هي نتيجة منطقية لاستراتيجية الاستيعاب والاندماج. علاش اشترت في البداية الاستيعاب؟ لأن ما يمكن لكمش كمهاجرين أنكم تدخلون في مجتمع لكي يستوعبكم داخل هذه المنظومة. الاستيعاب يعني هي التوابل، القبول الآخر اللي كان قال المتدخلين، القبول الآخر بجميع مواصفاته، بجميع ثقافته، هويته إلى ذلك. وهذا يتعذر على أي شخص داخل سواء هاجر إلى ألمانيا أو غير ألمانيا، يستحيل بالدرجة الأولى، لأن كلنا طالعين في واحد التنشئة اجتماعية، واحد التنشئة اجتماعية لا يمكن تغييرها في مجتمع يعني في جوج حقائق. خلاصة، إن عالم اليوم لا يحتاج إلى مجتمعات الاندماج، وإنما إلى مجتمع التعدد والتنوع والعيش المشترك من أجل تكريس ماذا؟ من أجل تكريس المواطنة المدنية العالمية عبر تطبيق المقاربة العبر الوطنية. وهذا هو النقاش الذي سوف يستقيم به النقاش للتعدد الثقافي والتعايش وجميع الاتجاهات والمواضيع اللي كتاخذها الدول في تحليلهم لمسألة الاندماج. المسألة ديال المقاربة العبر الوطنية هي مقاربة حديثة لها مفاهيم وبراديغمات جديدة بها كنحاولوا
حاليا، لان حتى المقاربات الكلاسيكيه تجاوزت في اطار هذا النقاش ديال التعدد والتنوع والعيش المشترك. المقاربه العربيه الوطنيه هي مقاربه جديده انطلقت منذ منتصف التسعينيات، والان في اتجاه اخر نطمح من خلالها ان نعالج هذه المتغيرات عبر قلنا تطبيق المقاربه العربيه الوطنيه التي تعد هي المقاربه الانجع لدراسه الديناميات الهجريه عبر العالم. وفي المقابل يشكل الرابط الديني العامل المركزي الذي يجعل المغاربه مرتبطين ببلدهم الاصلي ومساهمين في تحقيق التنميه الاجتماعيه. بالتالي يمكن القول بان المهاجرين المغاربه سواء كانوا في المانيا او في بلدان اخرى مرتبطين اقتصاديا كخلاصة عامة، مرتبطين اقتصاديا بمجتمعهم الذي يشتغلون فيه، وكذلك مرتبطون اجتماعيا وثقافيا ودينيا وهويتيا بمجتمعهم الاصلي اللي هو المغرب. شكرا كثيرا فضيلة الدكتور سيدات المقولي على هذه المداخلة الكريمة. الآن مباشرة مع فضيلة الأستاذ سيدي محمد المكري، فضيلة الدكتور مشكور. السلام عليكم. السلام السادة الأئمة الفضلاء والفقهاء الأجلاء أخوات المرشدات والمرشدين، مسيكم أحيي السيد ممثل قنصلية المملكة المغربية في لوكسمبورغ، وكذلك ممثل جامعة محمد الأول نيابة عن السيد الرئيس سيدي الطيب زهر الدين، وأحيي كذلك السيد اتحاد رئيس المساجد المالكية عمر كنتيش، والسيد الدكتور جواد شقوري ممثل الجالية المغربية أو مجلس الجالية المغربية بالخارج، السيد كذلك مدير مركز الهجرة والاندماج بجامعة محمد الأول الدكتور سيد الحق الباقوري، كما أحيي باسمكم جميعا السيد ممثل اتحاد المساجد المغربية بولاية هسن، واتحاد المساجد بولاية شمال غرب ألمانيا، وكذلك السيدة ممثل اتحاد المساجد المالكية لدى هيئة التعليم بولاية شمال غرب ألمانيا، والسادة الأساتذة والحضور الكريم كل باسمه وصفته. في الحقيقة مداخلتي هاتين سوف تتمحور حول المؤسسات الدينية الإسلامية خاصة ودورها في الانفتاح على الآخر. وأخذت نموذج اتحاد المساجد المالكية كنموذج لهذه المؤسسات. طبعا إن موقعية المؤسسة الدينية في المجتمع الغربي تتجلى في مدى عطائها وتفاعلها مع المجتمع ومع الآخر تأثيرا وتأثرا، لأنه كلما تصاعد دور المؤسسة الدينية في المجتمع وارتفعت مكانتها فهي ستكون نتيجة طبعا إيجابية ولا شك في ذلك. لأن لماذا؟ لأن المؤسسة الدينية في هذه البلاد هي المبتدأ وهي الخبر، هي الوسيلة وهي الغاية، وبذلك لا بد أن تؤدي الدور المنوط بها. من هنا يجب علينا أن نتساءل عن دور المؤسسة الدينية في الحفاظ على الهوية أولا، كذلك في تحقيق ما يسمى بالانفتاح على الآخر وترسيخ الهوية الثقافية. طبعا نحن نعيش في مجتمع يتميز بالتعدد الثقافي اختلاف ديني، وبالتالي لا بد على المسجد أن يسأل عن دوره في وسط هذا الزخم من التعددية الثقافية والتعددية الدينية. ما هو المنهج والأسلوب الذي يجب أن تسلكه المؤسسة الدينية؟ والآن حينما أتحدث عن المؤسسة الدينية لا أتحدث فقط عن المسجد، بل أتحدث حتى عن الهيئات التي تتحدث باسم المساجد أو باسم الأئمة. فما هو الأسلوب الذي تنهجه؟ ما هو المسلك الذي تتبعه؟ وهل انغلاق المسجد والمؤسسة على ذاتها سوف يؤدي الدور الرسولي أم سوف يكون عالة على المجتمع وسوف يشار إليه؟ هذه الورقة في الحقيقة قسمتها إلى ثلاثة محاور. طبعا أنا لن أتحدث عن المحاور كلها لأن الوقت ضيق كما أشار الأخ سيد محمد العبدوني مسير الجلسة، ولكن قسمتها حول ثلاثة محاور. المحور الأول
واجب المؤسسات الدينية الإسلامية نحو الآخر. المحور الثاني انفتاح المؤسسة الدينية هو فلسفة دينية وهو سياسة نبوية وهو كذلك ثقافة إسلامية. حينما ننفتح على الآخر فإننا لا نحن نسير وفق ما يتحدث عنه بعض الناس، يقول لك هذا فكر غربي أو فكر حداثي أو فكر علماني أو شيء متصور فنجعل المسجد أو المؤسسة الدينية منعزلة عن المجتمع. الحق هذا خطأ جسيم. لماذا؟ لأن الانفتاح على الآخر هو أولا سياسة أو فلسفة دينية إسلامية محضة، بل حتى الديانات الأخرى نجدها تنفتح على الآخر. هو أيضا سياسة نبوية. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، حينما وصل إلى المدينة وجد فيها خليط من الناس، كان هناك اليهود، كان هناك نصارى نجران، وكان هناك المشركون، كان هناك أناس آخر، ثم كان هناك المؤمنون، وهناك المهاجرون الذين هاجروا من مكة يحملون ثقافة، عادات مختلفة تختلف عن أهلي، ثقافة تختلف عن ثقافة المدينة. نجد هذا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال في زفاف مما حصل، يقول لعائشة ضربنا الدفوف وقلنا شيئا فإن الأنصار أهل طرب. معناه هذا أن ثقافة الأنصار تختلف عن ثقافة القرشيين، بمعنى أن النبي انفتح على هذه الثقافة. نحن الآن كثير ما نرى مثلا في بعض الحفلات أو بعض الأعراس أو كذا، دائما لا نعرف إلا منكر حرام بدعة لا يليق، لا، وهذا مخالف. يجب الإنسان أن يراعي الحرام بين ولا الشبهات بينة، ولكن لماذا نحن حين نريد أن نجعل مثلا من بعض الأطراح نجعلها كلها أطراح، أو لا نعرف في ديننا إلا مصطلح البدعة والمنكر والحرام، كأنها الدين دين منغلق دين ينفر الناس. إذن المؤسسة الدينية يجب أن تصحح المفاهيم للجميع، سواء للمخالف لنا في الدين والعقيدة والأفكار، أو لمن هو يتبناها الدين ولكن له أفكار تختلف تماما عن هذه السياسة النبوية. ثم إن هذه إن الانفتاح هو أيضا ثقافة إسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم انفتح على الآخر. نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، كان بعض الفرق وهي فرقة من الأحباش تسمى الدركلة أو الدركلة، كان لهم عين ولم يجدوا مكانا يحتفلون فيه، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهيئ لهم المسجد، فاقتطع لهم جزءا من المسجد النبوي، وكانوا يضربون بالسيوف والرماح وكذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يأخذوا عنهم، قال خذوا عن بني الدركلة حتى لا يقول الناس إن في ديننا غبش، أي تحجر. وتقول أم عائشة كنت أنظر إليهم من خلف حجاب وقد وضعت ودقني على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نهرني حتى شعرت بالتعب أو الكلب وانصرفت. ما معنى هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مسجده، والمسجد النبوي ليس كمساجدنا نحن، أو ليس كالمساجد في بقاع الأرض باستثناء المسجد الحرام وبيت المقدس. باستثناء هذه المساجد، المساجد كلها متساوية على شساعتها على كل شيء، فيجب عليها أن تستقبل الآخر. حينما ترى بعض الناس الآن ينتقدون مثلا زيارة السياح مثلا إلى بعض المساجد الكبرى في العالم، سواء في الدار البيضاء مثلا مسجد الحسن الثاني أو مسجد في الكويت أو مسجد في الإمارات أو بعض المساجد الأخرى، ويقول لك لا إنما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد. واقع المسجد حرام، ما قالش مسجد الحسن الثاني أو مسجد تركيا أو الكويت أو شيء من هذا القبيل. فيجب على الإنسان أن ينفتح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته فتح مسجده هو الذي لا تشد الرحال إلا له وللمسجد الحرام، ففتح المسجد واستقبل الآخرين. نحن لماذا نفعل هذا الأمر؟ نحن نجعله مرة واحدة في العام في الاحتفال بالأبواب المفتوحة وفي سقوط جدار برلين. المفروض أن المؤسسة الدينية يجب أن تعطي نموذج دائما، أقل شيء ما كنا نفعله في السابق ما يسمى باللقاءات الشهرية. فيما بيننا كنا منغلقين على أنفسنا، نجعل لقاء شهري نستدعي له مجموعة من الأساتذة أو من محاضرين أو من الأئمة أو من المشايخ، محاضرة فيما بيننا ثم نأكل وجبة عشاء أو شيء من قبل ثم نصلي، نكون مفتحين على الآخر، ما قدمنا شيء إلا هذا المجتمع. لكن الآن يجب علينا نفس السياسة ونفس المنهج الذي كنا عليه أن نبروره ونجعل هذه اللقاءات الشهرية أو كوادرا مثلا ثلاث مرات في العام مع الآخرين. مع الآخرين لا نستدعي فقط نحن الألمان، نستدعي كل الشرائح الموجودة في هذا المجتمع أن نبين لها، أنا سأختم، نبين لها الثقافة الإسلامية وثقافة المجتمع المغربي. نعم قبل نشتري الصيف حاليا ثقافة المجتمع المغربي. ثانيا المحور الثاني هو أتحدث كنموذج عن اتحاد المساجد الملكية. اتحاد المساجد الملكية شعر بمسؤولية اللي هي على المساجد، ولكن
لاحظ بأن المساجد لا تقوم بهذا الدور. هذا الدور الذي كنت أحكيه لكم، لاحظ الإخوة في اتحاد المساجد بأن المؤسسة الدينية ما قيمش بهذا الشكل. والأخ عمر الغريب فيه هو أنه إنسان يعني قل ولد هنا، يعني واحد إنسان اللي نشأ صغير هنا، وثقافة ألمانية ولغة ألمانية، لا يتحدث اللغة العربية إلا الأمازيغية والألمانية، ولكن عنده واحد الانفتاح، واحد الرؤية للمؤسسة الدينية. ما عندناش إحنا اللي جينا من المغرب أكاديميين وعندنا كذا، ما عندناش، لكن هو كانت عنده هذه الرؤية هذه، فبالتالي حاول أن يضم ولا زال إلى الآن يمد يده إلى جميع المؤسسات من أجل أن تستفاد منه. وهذا هو المنوال الصحيح، وهذا هو المنهج الصحيح، أن نفتح الآخر، أن نبين الآخر من نحن حتى يشير إلينا، لأن الانغلاق يؤدي إما إلى التطرف وإما إلى الشبهة. يسألوا الآخر لماذا هاد الناس دائما مغلقين على أنفسهم. هذا المؤسسة اتحاد المساجد الملكية رأى هاد الرؤية وانفتح عليها، ثم قال بأن النجاح في هذه الرسالة لا يتم إلا عبر الإمام، لأن الإمام هو صاحب المسجد، الإمام هو صاحب المسجد، هو الذي صعد المنبر، هو الذي يلقي الدرس، هو الذي يلقي المحاضرة، هو فعامل نصف دقيقة معنا، فأعطى دقيقة ونصف، فأعطى المجال للأئمة، فبدأ بتأطير وتكوين. حينما أقول تأطير لا أقصد به التأطير الديني، لا، الأئمة كلهم جاءوا مؤطرين ومكونين ومثقفين وعندهم تزكيات من المجالس العلمية ومن الوزارة ومن المندوبيات، ولكن ما يسمى بإعادة التكوين الأكاديمي. فالحمد لله قبل فضيلة الدكتور سيد الطيبي تحدث عن واحد المسألة، فقال أنا أتمنى من إخوة اتحاد المساجد الملكية أن ينفتحوا على واحد الجمعية ديال الأئمة مثلا وعلاقتها بالجامعة، وهي موجودة. الأئمة تقريبا كلهم من المنخرطين في اتحاد المساجد الملكية، كلهم أكاديمي عندهم دكتوراة، واللي ما عندوش دكتوراة غادي يناقش الدكتوراة غالبا في العام المقبل، وهذه يعني ما توجدهاش شي مسألة أخرى. فالآن هو مثلا هي الدور لمجموعة من الأئمة أو الذي يسمون بالمرشدين أو المرشدات داخل الجامعة ديال لويستا، وغالبا إن شاء الله سوف يتحصلون على شواهد التخرج، وهذه بديرة جد ممتازة. هي في الحقيقة يعني نموذج للألمانيين، شكون هما المغاربة، من نحن المغاربة، وشكون هما شكون هي هذه الهيئة ديال اتحاد المساجد المالكية. وبالتالي هو دائما يفتح يده، هو يمد يده الى الجمعيات والى المؤسسات. اسال الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع ان شاء الله، وارجو الله تعالى لنا ولكم التوفيق، وشكرا لكم. عرفتي سعيد ملي كنت كنتصنت الخطب الجمعة ديالو يعني بشكل مختصر، اللي عارف المداخلة ديالو غتكون مختصرة. هذا الوصف له جذوره في الفقه الإسلامي، فالفقه الإسلامي منحه يعني حق الاستماع له شرعا يوم الجمعة إلى غير ما هنالك من الجوانب التي مكنته من هذه الشخصية، وبالتالي فهو مسؤول بناء على هذا الأمر، فهو مسؤول كونه يعني شخصية عامة. طبعا هذا المعطى يجب استحضاره في إنشاء خطبة الجمعة، للأسف يعني غائب بشكل كبير، يعني أحكي هذا من خلال التجربة. فيما يتعلق بالخطبة أيضا باختصار شديد، ما يتعلق بالخطبة، خطبنا لحد الآن سواء فيما يعني تجربة داخل المغرب، المغرب الآن حقق أشواطا لأن هناك مؤسسات، هناك وزارة تصحى طبعا حال يعني لو جعل المقارنة الآن، لكن نحن في ألمانيا وهذا خطاب أيضا حتى لمسؤولي المساجد وكذا إلى آخره، خطابنا يوم الجمعة لا زال يحتاج إلى ما أسميه بصناعة المضمون. ليس هناك صناعة المضمون، لماذا؟ لعدة اعتبارات. أولا يجب تنبه إلى بعض النقاط التي سأسردها باختصار شديد، وكما قلت هذا من خلال التجربة، لأنني منذ سنة 2008 وأنا في ألمانيا. خطابنا يوم الجمعة يعاني من مشكل الاستغراب، خطبة الجمعة تتضمن هذا البعد الاستغراب، ولذلك تشعر، أقصد بهذا أنك لما تستمع الخطبة تنقلك من السياق الذي أنت فيه إلى سياق خارجي، إلى سياق آخر، وهذا يقتل في نفسية الأجيال الصاعدة كونهم مواطنين مسلمين ألمان. هذا المشكل يجب
يعني تفاديه، ولكن ليس الأمر سهلا فيجب الاشتغال عليه. الأمر الآخر الذي تعاني منه خطب الجمعة هو استصحاب مشاكل العالم الإسلامي لهنا. هذا أمر خطير، يعني يقتل خطب يوم الجمعة. ولذلك تجد في مساجدنا، حتى مساجد المغرب، يعني لا قالوا يعني أقلية داخل أقلية، هناك خطيب ذو اتجاه حركي، تجده يتحدث عن الانتخابات السياسية في تونس أو في المغرب ويشيطن بعض الأحزاب وإلى آخر، يعني يصير محللا سياسيا ومحللا اجتماعيا. هناك خطيب يعني ذو توجه سلفي أو كذا إلى آخر، تجده يتحدث عن القبور والشرك وكأننا الآن في عهدي كذا إلى آخر. هناك خطيب يعني مرتبط بمشاكل العالم الإسلامي، فيظن مثلا أن تراب لما أعلن نقل السفارة من كذا إلى كذا سيتحدث عن هذا الموضوع وبحماس إلى آخره. نهاية المطاف أن المستمع للخطبة يجد نفسه خارج السياق، لا هو ملأ قلبه بشحنات إيمانية كما يحتاج لها، ولا هو نمى جانب الوعي فيه. هناك أمر آخر أشار له يعني عمر في بداية كلمته، اجتماع قصدو أنزو شون أنزو جزاك تحس ما يتعلق نحن أقلية داخل أقلية. ولذلك خطبة الجمعة تعاني أيضا من هذا المشكل، وهو أنني لما أتحدث فلا أراعي السياق، كوني أتحدث مع ليس فقط المصلين الذين هم أمامي ولكن مع المجتمع ككل. ولذلك كان الخطيب شخصية عامة، فأنا أوجه أرسل إشارات إلى المصلين الذين هم أمامي، ولكن خطابي يسمعه يعني المجتمع ككل، ولذلك يصير مادة للتحليل السياسي وللتحليل الاجتماعي. الأمر الآخر وهذا الذي أشرت له أقلية كون داخل أقلية، هو أنني يجب أيضا أن أحافظ على هوية هذه الأجيال. ولذلك ما يأتي هؤلاء المصلون سواء الأجيال الذين سبقوا أو الأجيال الصاعدة، يجب أن يجد راحة نفسية إيمانية داخل المجتمع. هذا أمر صعب، يعني يمكن أن أصفه كما يقال السهل الممتنع، السهل الممتنع، ويحتاج إلى ليس فقط إلى كلمة كهذه الكلمة، ولكن يحتاج إلى مؤسسات علمية، يحتاج إلى جهود متضافرة، يحتاج إلى تكوينات، يحتاج إلى نقل الخطيب يعني إلى السياق. وأذكر لما منذ يعني 2008 لا تجد مثلا في مساجدنا مجلات ألمانية، صحف ألمانية، قنوات ألمانية، يعني لينخمس الخطيب والإمام وإدارة المسجد كلهم مع ما يروج داخل المجتمع، على الأقل ثقافيا. إذا نحتاج كما قلت في الخطوة، لأن الموضوع يتعلق بالخطوة، إلى ما يسمى بصناعة المنظمة. لحد الآن ليس عندنا صناعة مضمونة، لا على المستوى الروحي الإيماني، ولا شخصيا أحيانا أتنازل عن الخطبة لأستمع، لأصير مستمعا، لأقوم ما كنت سابقا أقوله. ففي الغالب كثير من الخطب يعني لا أستفيد شيئا، يعني أؤدي جانب التعب، أنني صليت أؤدي التعب. ولذلك أرجو أننا في المستقبل إن شاء الله تعالى نشتغل يعني على هذا الجانب. شكرا لكم، السلام عليكم. شكرا لك على الان مباشره نمر الى المداخله الاخيره في هذه الجلسه لفضيله الدكتور سيدي مول القضية، تفضل مشكورا. سيدي مول القضية كذلك هو من خريجي كليه الاداب والعلوم الاسلاميه جامعه وجده. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد أيها الحضور الكريم، بداية أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر الإخوة المنظمين لهذا الملتقى ولهذا اللقاء المفيد الناجح، كما أشكرهم على هذا العنوان الذي اختير لهذه الندوة، إن هذا الاختيار له اختيار موفق إلى حد بعيد. عنوان مداخلتي باقتضاب وباختصار هو دور المساجد في نشر ثقافة التعايش والعيش المشترك. إن الحديث عن دور المسجد في نشر ثقافة التسامح والقيم المشتركة والعيش المشترك له حديث عن موضوع
مهم ومهم جدا يأتي في سياق ما نعيشه نحن وما نحتاج إليه جميعا. وسأتناول طبعا هذه الكلمة باقتضاب إن شاء الله تعالى في ثلاث محاور. المحور الأول وجود المساجد في أوروبا. الناظر في وجود وفي واقع المسلمين يجد بأن وجود مؤسسة المسجد وجود ضروري وليس ثانويا أو هامشيا، باعتبار أن المسجد هو بيت السلام وملتقى الثقافات وملتقى الحضارات وجسر التواصل بين الثقافات والحضارات والأديان. ثم الجيل الأول الذين بادلوا الشيء الكثير من أجل تأسيس هذه المساجد يدركون، لقد عرفوا أهمية المسجد ودوره في حياة المسلمين ودوره الكبير في الحفاظ على الهوية الإسلامية ونشر القيم المشتركة وفكر الوسط المعتدل وغرس القيم الحضارية التي نحتاج إليها من أجل العيش المشترك. ما هو دور المسجد في نشر هذه القيم والعيش المشترك؟ من المهمات الكبرى للمسجد أنه يغرس في ثقافة الرواد ثقافة التعدد وقبول الآخر واحترامه، وهذه طريقة القرآن الكريم، تلك هي طريقة القرآن الكريم في الحديث عن المخالفين، لأن المسجد هو حامي التعدد والمسجد هو ملتقى التعدد، وهكذا كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد نجح رسول الله في عقد علاقات ناجحة مبنية على الاحترام مع الآخر، ولذلك كان مسجد رسول الله مسجدا مفتوحا، أبوابه مفتوحة. ولقد عامل الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام المخالفين، عاملهم معاملة إيجابية مبنية على الاحترام. نجده في رحاب المسجد فتح مسجده لنصارى نجران كما سبق، وفي المسجد أيضا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فتح المسجد لمجموعة من الثقافات المختلفة، وهناك معاملات نبوية رقيقة رقراقة، كيف عامل غير المسلمين معاملات إنسانية، كان يعود مريضهم، يزور اليهودي، كان يقف لجنائزهم، وكان يتصدق على بيت يهودي، وهكذا معاملات شواهد من تاريخ الإسلام والمسلمين تؤكد على أن التسامح كان السمة البارزة لتعامل المسلمين مع غير المسلمين. كان هناك محور آخر، نماذج إيجابية من هذا الواقع، لكن الوقت لا يتسع. أخيرا أقول هذا هو المسجد وهذه هي رسالته وتلك هي مهمته، فينبغي لمساجدنا ومؤسساتنا الإسلامية أن تنشط من دورها وأن تنفض الغبار عنها وأن تقوم بدورها الريادي والرسالي في التعايش والعيش المشترك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، هذا ما تيسر إراده، والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور سيدي المنقاضي على هذه المداخلة. إذا للإشارة فقط، الآن في مائدة مستديرة إن شاء الله، فأطلب من السادة المشاركين في المائدة أن يلتحقوا بالأماكن، وكذلك هناك إشارة بأن إن شاء الله كل الإخوة الحاضرين والحاضرات فهم مدعوين إن شاء الله للعشاء في أحد المطاعم هنا في دار السلام، والمكان قريب منا. وكذلك هناك توقيع اتفاقية الشراكة بعد المائدة المستديرة بين اتحاد مسجد الملكية وجامعة الأول في جدة. إذا فالإخوة المشاركين في المائدة ليتفضلوا. شكرا. ولكن من سبق أيضا لكن إيجابيات كثيرة متصلة بمغاربة العالم، ومشي صدفة أن جلالة الملك عبد السيد نصر الله أشار إليها ودائما يشير إليها في مجمل الخطابات والخطب ديالو. وشكرا. بارك الله فيك سي جواد. سي جواد، بطبيعة الحال نحن لا نقزم العمل اللي كيقوم به مجلس الجالية المغربية للخارج، هذا لا شك فيه، ولكن شكرا على هذه الإجابة النيرة. أنتقل مباشرة إلى فضيلة الدكتور سيدي زهر الدين الطيبي. أنتم أستاذ جامعي، يعني تجربة رائدة في التدريس في كلية الحقوق، ولكن كذلك لكم تجربة في مجال الإعلام والصحافة أعتقد، أو يعني الجلسة ديال هذه
أشهر ديال هذه الندوة هذه. وكذلك مقبلون إن شاء الله على شراكة مع جامعة محمد الأول. كيف يعني يمكن أننا نأطروا هذه الشراكة وهذا العمل المشترك يعني في هذا المجال ديال 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 الترسيخ تاع الدروس الثقافية؟ شكرا جزيلا سي محمد على هذا السؤال، السؤال الاستشرافي. أنا نظن بأنني استفدت كثيرا اليوم، كل صدق يعني المداخلات كانت قيمة جدا ما شاء الله. ولكن أودي مجموعة من الملاحظات قبل الإجابة على السؤال ديالكم اللي هو سؤال مهم. حاولت أنا كما بالدارجة كما نرى نجبر شوية صعوبة أحيانا، ولكن لست قبل عليه الدارجة ديالي أنا ما تقدرش تقدم فيها شوية ديال اللغة العربية. على أي حال بالنسبة ما يمكن أن تقوم به أولا الجامعة مع اتحاد مساجد المالكية هو مهم جدا. أنا نظن بأن مصطلح ديال صناعة المحتوى وصناعة المضمون هو مهم جدا. ربما كنقترحوا اليوم حنا كنهضروا في اقتراحات، لأنه حنا بالنسبة لنا خصنا نفكروا بأن الهجرة اليوم مغاربة العالم يقدمون الكثير للمغرب لوطنهم، يعني لا نبخس العالم. يعني التحويلات اللي قدموها المغاربة ديال العالم للمغرب في هذه السنة هذه تجاوزت 87 مليار درهم، يعني هي تساهم بشكل كبير وحيوي في اقتصاد المملكة. ولكن بالمقابل شنو قدم الوطن لهاد الناس؟ ما عطاهم والو. خصنا نكونوا واضحين، خصنا نكونوا شوية عندنا هاد الجرأة والصراحة باش أننا نقدروا نمشيو للقدام. نحن نعتز بانتمائنا للوطن، نفخر باننا مغاربه، ولكن هذا راح تجلل الملك ملي هضر قال بانه حنا هما راهم كيتعاملوا معنا بسخاء، ولكن حنا ما درنا لهم والو. فراها التمثيليه ديال الجاليه في البرلمان، لماذا لا نترافع حنا باش ان هاد الناس اللي هما كيمثلوا 5 مليون ديال المواطنين المغاربه راهي السدوس او لا تقريبا ربما اقل شويه من ساكنه المغرب، حتى هي عندها الصوت ديالها، ما يمكنش ما تبقى غير دير التحويلات ولا تستفيد كثيرا. اذا هذا هنا نظن هنا بان هذه الدعوه هي للجميع، هي دعوه صحيح بان صديقي في مجلس الجاليه يتحدث عن الدور الاستشاري. هناك دور استشاري والدور التقريري، هو لا يقرر، هو استشاري بمعنى ان المؤسسات الدستوريه ديال الدوله كتستشر عندما يرتبط الامر بالجاليه، ولكن من الدور الاستشاري يمكن ان المجلس ديال الجاليه يترافع، ماشي يقرر، ولا يستطيع ان يقرر، ولكن يترافع. وخص يقول حتى هو من بين التوصيات باننا خاص ننزلوا غير المضمون ديال الدستور ديال 2011 اللي كيعطي التمثيليه ديال هاد الناس. هادي الاولى. ملي كنهضروا على صناعه المحتوى، راه بالنسبه لينا انا نظن لماذا لا نفكر اليوم سويا؟ هذا تفكير جماعي، انا كنفكر ولكن بصوت مرتفع شويه. اليوم اتحاد مساجد المالكيه بالمانيا خصو يكون نموذج باش انه غادي يصنع واحد المحتوى موحد لخطبه الجمعه بالنسبه على الاقل للمساجد اللي منضويه تحت منه. نتفقوا جميعا نديروا صناعه المضمون، وحتى صناعه المضمون هنا الدور ديال جامعه محمد الاول كيكون بمعنى اننا حنا كنقدروا نديروا في اطار خلايا بحثيه، في اطار الهياكل ديال المؤسسات البحثيه اللي عندنا، سواء في الدراسات سواء في الهجره سواء في كل شيء، حنا مستعدين اننا نجيو جميع، ولا نتوما تجيو عندنا كنديروا تكوين وتقدير في صناعه المضمون، كيفاش نقدموا واحد المضمون اللي كيكون مقبول وفيه كل شيء هذيك المواصفات اللي قالها سلام. لانه شنو هو الامام؟ الامام هو شخصيه عموميه، والشخصيه العموميه في القانون راه عندنا تختلف على الشخصيه الخاصه. دابا انا شخص عمومي اللي غادي نكون وزير، راني شخص عمومي تقدر تصور ودير اللي بغيت، ولكن انا من غادي نكون مع ولادي راني شخصيه خاصه، راني في الحياه الخاصه ديالي. كاين فرق بين الحياه الخاصه والحياه العامه. ولكن الامام عندما يعتلي المحراب وكيبدي يعطي واحد المضمون فهو شخصيه عموميه يقتدى به. خاصنا نفكروا باننا اليوم راحنا كنعيشوا الجيل الثالث ديال الابناء ديالنا. هذا الجيل ديالنا واش الابناء والابناء والاحفاد اللي غادي يجيو غادي يبقاو دائما مرتبطين كما راحنا مرتبطين؟ ما نفكروش باننا احنا اكاديميين وجينا بواحد الخلفيه فكريه ورحنا مازال كنبغيو الوطن. واش ولادنا رحنا كنوجدوهم باش يمشيو يستمروا في هذا الشيء؟ الى اي حد نجحنا في هذا الاشكال؟
هذا هو السؤال اللي خصنا نطرحوه، ولكن باش نجاوبوا عليه خصنا نجاوبوا عليه بتضافر الجهود. حنا مستعدين كنقولوا بان الجامعه وجميع المؤسسات ديال الدوله بما فيها وزاره الاوقاف بما فيها المجالس العلميه خصنا نسهروا ونشوفوا الصيغه الانسب من اجل صناعه مضمون يكون مزيان خدمه لابناء الجاليه. اولا المساله الاخرى اللي ترتبط بالجانب الشق الاعلامي، هذا راه مهم جدا. ما نظنش اليوم بان الاعلام ولا هو السلطه الرابعه، بل هو السلطه الاولى، هو السلطه الاولى في العالم ماشي السلطه الرابعه، كان سابقا السلطه الرابعه. اليوم حنا في واحد العالم رقمي ديجيتال، كان انت جالس هنا وكتشوف ولدك راه في التليفون راه يخدم، ما راكش عارف واش راه واش فيسبوك ولا في واتساب، فين راه كيشوف اش المواقع. القنوات التلفزيه متشعبه، ولكن ماذا تعطينا هذه القنوات التلفزيه؟ راه قال الدكتور العزيز قال بانه منين يجيب هذاك المواطن المعلومه ديالو؟ راه ما كيجيبهاش غير من المسجد، كيجيبها خصوصا من القنوات، من القنوات الاعلاميه ومن القنوات ووسائل الاتصال الرقمي، لان العالم اصبح قريه صغيره. واش حنا راحنا ممنعين ولادنا؟ عندنا تمنيع، عندنا مناعه باش اننا نقول له بلي هذاك اللي راه يقول هذاك الخطاب راه خطاب ديال التشدد، خطاب ديال التطرف، ماشي خطاب وسطي، ماشي خطاب ديالنا. واش انا غادي نقدر نقنع واحد باش نقول له لا هذيك القناه راه ما كتعطيكش الدين بالشكل الصحيح، او لا هذيك راه فيها نوع من المغالاه؟ ما غاديش نقدر نقولها له غير بالفم. راه خاص ايضا المؤسسات الاعلاميه في بلادنا تتحرك وتقدم البديل المنطقي والموضوعي اللي كيقنع ابناء الجاليه. يعني انا نظن بان هنا الادوار ديالنا هي ادوار مشتركه. حتى واحد فينا ما يقدر يقول بانه ماشي مسؤول، انا مسؤول من زاويتي وهذا مسؤول من زاويته وانت مسؤول وكلنا مسؤولون وكلكم مسؤول وكلكم راه على مسؤوليات. بمعنى اننا جميع اليوم خصنا نفكروا شنو نقدموا لهذا الجيل. راه المسؤوليه ديالنا ان هذوك الابناء اللي غادي يجيو غدا وبعد غدا غادي نقولوا ماذا قدمنا له. راه صحيح انا ممكن نكون امام وراني في المسجد كنعطي واحد الخطاب لواحد مجموعه من الناس وعبرهم الى المجتمع، ولكن واش هذاك اللي انا كنعطيه له انا كاب اسره عنده القدره بانه ينقل هذاك الخطاب بالتفاصيل ديالو وبالمضمون ديالو الديني للابناء ديالو والاسره ديالو الى ما حضرتش، ولا الابناء ديالو والاجيال الصاعده؟ اذا هنا كيبقى السؤال، ولكن هذا باش غادي نديرو لابد من تقنينه. باش نقنوه خصنا نقنوه بشكل اكاديمي، بمعنى انه نشتغلوا اليوم اتحاد المساجد الملكيه المانيا مع الجامعه مع الائمه مع الطلبه، ونديروا صناعه المحتوى او نديروا محاور. هذا العام غادي نشوفوا شنو هو النموذج ديال الخطبه اللي يمكن انها تكون مقتضبه وكتقدم قيمه مضافه بالنسبه لواحد المواطن اللي هو بسيط في المانيا، لان راه ماشي كلشي قاري هذيك اللغه العربيه. السهل الممتنع، ماشي غادي نجي باش ندير انا في الخطبه ديال الجمعه واحد اللغه اللي هي كنستعرض فيها العضلات اللغويه واللي ما غاديش يفهمها ليا داك المواطن. لا، راه نقدر انا ندير هذيك باللغه ونقول حتى بالالمانيه ونشرح بالدارجه باش فقط ان الرساله ديالي هي اللي توصل، لان الهدف شنو هو؟ الهدف هو مرسل مستقبل ورساله في الوسط، هذا هو الاعلام. ولكن هنا هذه دعوه مفتوحه، وانا معايا زميل نظن بانه اتمنى بان ينقل صوتي هذا لنترافع جميعا باش ان نصنعوا المضامين ديال الخطب، لان الجانب الديني راه مهم جدا، ولكن ايضا التكوين في المجال التربوي في اللغه في الاخلاق في العادات والهويه، لانه احنا صحيح ملزمين باش اننا غادي نعيشوا في واحد المجتمع اللي هو مجتمع اخر، ذاك المجتمع اللي هو ماشي الان اللي راه ليه، ولكن هذاك المجتمع انا ضروري انني ندمج فيه اقتصاديا، ندمج فيه اجتماعيا بالشكل الحد الادنى المقبول، ولكن دون ان انسلخ من هويتي، من تكويني، من ثقافتي، من ديني، ولكن انا كنحافظ عليه في اطار انه اقناع، واقناع بالوسائل اللي كتكون لينه وبالسلوك المقبول. لهذا فانا كنقول بان اليوم وزاره الاوقاف، وزاره الاعلام، الهاكا، المجلس ديال الجامعه، المجلس ديال الجاليه، الجامعه المغربيه، وزاره التعليم، كلنا مسؤولون باش اننا نفكروا جميعا، ولكن بواحد الشكل اللي هو علني، بشكل ربما بواحد الصوت واضح بانه ماذا علينا ان نقدم اليوم لهؤلاء الابناء. علاش انا كنقول هذا؟ انه كانني اترافع مكان المغاربه العالم، لانه في الحقيقه هذا الكلام اللي غادي نقولوه كانوا يقدروا يقولوه الممثلين ديال مغاربه العالم لو كان الصوت ديالهم كيوصل للبرلمان
ولو كان كانوا كيمثلونا في المؤسسات الدستوريه اللي كاين داخل البلد، ومن حقهم انهم يقولوا بان هذه هي الديمقراطيه التشاركيه وهذا اللي جاء به الدستور، واتمنى بان يتحقق ذلك في المستقبل. شكرا جزيلا فضيله الدكتور سيدي زهرتين الطبيب. الان انتقل الى فضيله الدكتور سيدي الحق الاخوي. انتم كذلك استاذ التعليم العالي وجدان، يعني كتدرسوا العلم الاجتماعي وتحدثتوا في المداخله ديالكم على التنشئه الاجتماعيه، كيفاش كتصوروا ولا كيفاش كتشوفوا ولا الى اي حد يمكن القول بان مغاربه العالم نجحوا في يعني في التنشئه الاجتماعيه ديالهم، وخصوصا يعني في اطار الحفاظ على الثقافه، الحفاظ على الهويه، الحفاظ على الدين واللغه ديالهم، يعني كيفاش كتشوفوا انتم هذا الامر هذا؟ شكرا مره اخرى، سؤال وجيه. الاسئله جمعتهم غير دابا اخيرا المداخله. اشكاليه الاستنشاق الاجتماعي اشكاليه خطيره بالدرجه الاولى، لان المشكل فين كاين؟ ماشي داك الطفل اللي كيزداد، المشكل هو في الاسره النوويه ديالي الاولى، ثم المحيط، ثم المؤسسات. اذا قدرنا مثلا نكونوا على الاقل في البدايه ديال الامر تكون اسره معتدله، تتبنى هذه الثقافه ديال التعدد ديال العيش المشترك، سننشئ ناشئه اللي تكون سويه، لا تفقد هويتها ولا تنسلق عن هويتها وتذهب الى الاخر لتتشبع بالثقافه الاخرى. سي زهر الدين اشار الى مساله اساسيه هي مساله الاعلام، وهذا هو المشكل اللي كاين حاليا في اطار سوسيولوجيا ترأس سوسيولوجيا المجتمع الرقمي. ساشير الى المشكل الخطير الذي هو موجود بيننا، اللي هو الهاتف. هذا يشكل خطأ على المجتمع وعلى التنشئة وعلى الأطفال بدرجة أولى. شكون غادي يهز يدو هنا في القاعة ما كيعطيش التليفون لولدو؟ يقول لي أنا ما كنعطيش التليفون. أكيد حتى واحد. الكارثة الكبرى هو هذا الخطاب. أنا لا أتصور تلميذ، وكاين واحد النموذج عندنا في الجامعه توصل ولدو حتى الكليه ستيب، عاد سمح له باش ياخذ الهاتف. من غير هذا المستوى هذا لا يمكن للطفل ياخذ الهاتف النقال، لان الهاتف النقال اولا الطفل في تنشئته الاجتماعيه واش قادرين حنا ميتريزيو ذاك الطفل؟ جميع البرامج اللي كيتفرج فيها الجميع، الجميع كل شيء اللي كاين في داخل داك الشبكه الانترنتيه، وهذا هو الخطير. ما حنا لا قادرين ننشئوا يعني الاطفال ديالنا بواحد السهوله، بواحد اولا يمشي للمسجد يقرا القران يتعلم حوايج هكا تقليديه اللي كنعيشوها حنا، ولكن ملي كتدخل في واجهه اخرى ما كتبقاش تميتريز داك الطفل، وبالتالي ينسلق. والغريب في الامر هو انك تقدر تكتشف هذه المساله في بدايتها، اما الا خليته راه مشكل اخر، يعني ممكن يبدا في الانتحار، ماشي يمشي لثقافه اخرى ولا غادي يتبنى ثقافه يعني الاخر، وانما يذهب في مسائل اخرى. اذا المطلوب هو ان تكون الاسره لان هي العمود الفقري للمجتمع، ان تكون لها اراده قويه في ضبط وكبح متطلبات أطفالها لكي تنشئها تنشئة اجتماعية سوية، تنشئة اجتماعية لا تفقد هويتها ولا تفقد كذلك يعني ما يروج في هذا المجتمع. المشكل ديال هذا الهاتف النقال داخل هذا المجتمع سواء كان الغربي أو المجتمع حتى ديال المغرب راه كاين إشكالية كبرى في الاتجاه. إذا من يعني كطلب لجميع العائلات باش يحاولوا
بأي علاقة من الأوروبا أنهم يتفادوا هذه المشكلة. المسألة الثانية هو لكي ننشئ تنشئة اجتماعية سوية يجب أن نراعي مسألة أخرى اللي كنت تكلمت عليها قبيلة اللي هو واحد كاتاليزو اللي هو الدين. كانوا الناس كيقول لك هذه الفئة انتحرت إنها تؤمن بالكاثوليك وهناك انخفاض ديال الانتحار لأن فعل ديال البروتستانية. إذن شكون هو الضابط هنا؟ هو التماسك الاجتماعي. وجدنا بأن التماسك الاجتماعي ديال الأسرة وديال المجتمع ككل بالتالي انخفضت نسبة الانتحار. هنا ما كاينش التماسك الاجتماعي، ما كاينش التضامن، ما كاينش، ارتفعت مسألة ديال الانتحار. هذا غير كمثال. النموذج الآخر هو الدين. هو الدين به كنقيسوا التنشئة الاجتماعية لأطفالنا خصوصا المجتمعات الغربية. لأن المجتمع الغربي له خصوصية أخرى، لأنه مجتمع ليس تقليدي وليس مجتمع يعني بسيط، بل هو مجتمع معاصر، مجتمع حديث، مجتمع يتبنى الحرية، يتبنى الاستقلالية، استقلالية الفرد عن ذاته واستقلالية الفرد عن الآخر، يتبنى المساواة ويتبنى مسائل أخرى اللي هي تتغيب علينا داخل المجتمع التقليدي. لأن في المجتمعات التقليدية ممكن أننا ننشئ بطريقة سهلة نسبيا، ولو في هذه الفترة صعبة بدأت الأمور تنحو في اتجاه آخر، وإنما في المجتمعات المعاصرة ستكون هناك مسؤولية كبرى على عاتق يعني المجتمع وعلى عاتق الأسرة. وكذلك هل الأسر المغربية داخل المجتمع الألماني لديها هذا الحس ديال أنها يعني تحاول تنشئة أطفالها من خلال يعني مسألة الدين، أم أننا نرتكز كما قال الأخ على الجوامع وعلى يعني الخطر اللي هي كتكون في الأسبوعية وبالتالي ما كنتمكنوش من هذا. إذن الرهان الأول هو كيف يمكن بالخصوص في الجيل الرابع والثالث اللي كاين في المجتمع، كيف يمكننا أن ننشئه لكي يتبنى، لكي لا ينسلخ عن تقاليده، كما قلت سابقا أنه يدمج التعددية ولا التعايش ولا في مكانت، ولكن لا ينسلخ عن هويته وثقافته. إذن المسؤولية على الأسرة والمسؤولية على الإعلام والمسؤولية كذلك نتمنى من اتحاد المساجد الملكية بألمانيا أن يقوم بدراسات ميدانية، لأن الخطاب الديني الخطاب ليس بالسهل، بل هو حد ذو حدين ولا سيف ذو حدين. الخطاب الديني خطاب صعب، خص ضروري واحد الفئة اللي هي تكون كتضافر الجهود ديالها، سواء المؤسسة ديال اتحاد المساجد الملكية أو مؤسسة الأوقاف أو مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات أخرى داخل يعني هذا المجتمع سواء كان هنا أو خارج ألمانيا. يعني خص تضافر الجهود لكي ننشئ تنشئة اجتماعية ساوية، لكي ننشئ أطفالا يؤمنون بالتعددية الثقافية ولا ينسون هويتهم الأصلية وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم. لأن السؤال ما قلتش يعني غير مجال السؤال، ولكن نوجه السؤال ونعتبر راسي يعني واحد جريمة الله مش عم في اتحاد المساجد الملكية. يعني غنسمع لدوك اللي كينتقدوا هذه المؤسسة هذه، يعني عندكم مجموعة المشاريع يعني المشاريع مع الوزارات كنشوفوا دوك قلتوا في الطائرة كنشوفوا بروكن باون يعني مشروع ديال البارتنرشيب ديال العبودية الدولية، يعني مجموعة المشاريع مع الأسرة تعطونا بالمشاريع ديال الوزارة ديالكم ويعني الندوات ديالكم واللقاءات ديالكم واللقاءات مع المؤسسات. المهم هذا الشيء طلع لنا في راس دابا خلال هذا العام اللي كديروا، يعني كيفاش كتحافظوا ولا تقدروا تقولوا بأننا حنا كنحافظوا على الثقافة المغربية؟ يعني المشاريع ديال الوزارات الألمانية، يعني كيف يعقل أن هذه المشاريع ديال الوزارات الألمانية غتحافظ على الثقافة المغربية؟ سؤال كبير. يا
erstens, wir sind in einem demokratischen Land und wir haben ein Grundgesetz. Und das Grundgesetz verpflichtet den Staat zur Neutralität, was die Religion betrifft. Der Staat darf sich gar nicht einmischen, wie ich bete, wann ich bete und wo ich bete. Ab der Tür der Moschee, nach der Tür, nach der Schwelle, ist es unser Bereich. Das ist, wir verantworten. Das ist unser Hoheitsgebiet, sage ich mal. Weil, das Problem, was wir haben, die erste Generation ist hergekommen in Marokko oder in den muslimischen Ländern, ist das religiöse Leben organisiert. Vom Religionsministerium, die Ausbildung der Imame, die Einstellung des Beamten, das ist alles reglementiert. Jetzt sind Menschen hergekommen, die haben Moscheen gebaut. Das sind alles Kulturvereine. Erstens sind das keine Moscheen, das sind die EVs. Das sind alles eingetragene Vereine und im Vereinsleben hast du das Recht, deine Religion auszuleben. Wurde nach dem 11. September eingeschränkt, aber früher war das anders, Kulturverein. Ich kenne einige Satzungen, da steht sogar drin, religiöse Auslegung verboten. Sogar die Leute haben es verboten, obwohl es eine Moschee ist, Religion auszuüben. Darum geht es. Hier muss sich, in Deutschland muss sich die Religion selbst organisieren. Sie muss ein Partner des Staates werden. Wie wird man zum Partner des Staates? Diese ganzen Moscheen, die wir haben, reden wir von den marokkanischen, die müssen sich sammeln unter einem Dach. Ob es jetzt Bündnis Malikitische Gemeinde heißt oder ehemals für Zentralrat. Aber man muss den langen Weg dieser Bürokratie gehen, um auch ein nachhaltiger Partner zu werden. Es kann nicht sein, dass ich sage, ich habe eine Moschee, ich habe hier 500 Betende, gib mir Staat. Der Staat gibt dir nicht. Das sind alles Teilhabeprojekte. Das sind keine religiösen Projekte. Weil der Staat darf nicht in Religion investieren. Er hat Neutralität. Und in Deutschland gibt es auch die negative Religionsausübung. Sogar der nicht glaubt, glaubt. Sogar der nicht glaubt, hat das Recht, sein Nichtglauben zu äußern. Darum geht es. Hier geht es nicht, wir sind nicht, im Grundgesetz steht eine Religionsfreiheit. Es ist kein katholisches Grundgesetz, kein evangelisches und kein muslimisches. Es ist ein Religionsfreiheit für alle Religionen. Das heißt, wir müssen uns organisieren. Die Kultur und die Religion sind wir verantwortlich. Der Staat hilft dir sogar. Hochkultur und Teilhabe ist ein Mix zwischen deutscher Hochkultur und der marokkanischen, der maghrebinischen. Das heißt, sie helfen uns sogar, dass wir unsere Kultur und unsere Religion behalten und nicht assimilieren. Die Frage stellt sich, inwieweit können wir eine Brücke bauen zu den malikitischen Ländern, dazu gehört Marokko. Weil ich habe dem Innenminister Seehofer gesagt, ich zitiere, ich kann zum König Mohammed gehen und kann von ihm meine Theologie schöpfen, weil er ist Amir Muminin. Er ist der Führer der Gläubigen. Das heißt, er hat das Weltliche und das Geistige in der Hand. Er kann mein Papst sein. Und der deutsche Staat hat nichts dagegen, weil er eine theologische Autorität ist. Gefährlich wird es für unseren Staat Deutschland, wenn politische Ideologien sich in die Politik, in die Religion mischen und die demokratische Freiheit unterwandern möchten. Dann sagt jeder Staat, bis hierhin geht nicht mehr. Stopp! Da mische ich mich ein, weil meine Freiheit geht so lange, Herr Labdouni, bis ich deine tangiere. Da hört sie auf. Und das müssen wir verstehen. Wir sind hier in einem säkulären Staat. Es gibt das Staatskirchenrecht. Der Staat geht in Kooperation mit der Religion. Zum Beispiel 10 Jahre Religionsunterricht. Vorgestern haben wir ihn gefeiert in Münster. Der IRO, islamische Religionsunterricht für Muslime in Deutschland. Oder in NRW. Weil hier jedes Land hat eigene Gesetzgebung. 20 Jahre muslimischer Dialog. Und kein Verband hat es geschafft, Religionsgemeinschaft zu machen. Warum? Die Ahmadiyya haben es geschafft, sie sind Körperschaft. Die Aleviten haben es geschafft, sie sind Körperschaft. Wir Sunniten haben keine Religionsgemeinschaft. Warum? Weil viele Verbände sind von ihren Herkunftsländern, zum Beispiel kontrolliert, bezahlt und auch die und hier müssen wir unsere Khutba selbst entwickeln. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel, das sage ich ganz oft, aus Bosnien, Sarajevo, in die Moschee X, die Khutba kommt vom Religionsministerium, und diese Leute kennen die Gesellschaft gar nicht hier.
ما كيعرفوش المشاكل ديالنا، ما كيعرفوش المجتمع ديالنا، ويقدر يدير لك خطبه الجمعه مثلا من الرباط من وزاره الاوقاف يقول لك لا يعقل. حتى الوزير احمد توفيق غادي يقول لك لا ما غاديش نديرها، علاش دير المشاكل؟ علاش انا ما عايش تما؟ ها المشكل يعني الماني كيقول كون الائمه ديالك، دابا هاد التكوين كون الائمه ديالك، انا نساعد. كاين جامعات، كاين مونستر، كاين بادابون، كاين فرانكفورت، كاين ايرلاند، كاين واحد خمسه، كاين برلين خمسه. باش تصير اليس اسلام ماشي تيولوجي. المانيا تهمت 60 مليون اورو في البدايه، ولكن باغي نسولكم فينشا لاشتو ايست مالكيتش، فينشا لاشتو ايست فور اونس جيبريكت فور اونسرا كولتوريل و تراديسيون فاشتنس. كاينه ganz einfach weil wir schwimmen ihr bloß rum. كنفتحو كنشوفو هذا دار هذا فعل هذا ما دارش هذا ما دارش، خص نتحدو. انا ما كيهمنيش ما كيهمنيش هذا يكون بسمية الاتحاد اللي غادي يمثل ولا هادي، خص يوصلني، خص يوصل هذا المجتمع الهدف النتيجة. المشكل اللي عندنا ما ولكن الثقافة ديالي والتقاليد ديالي والدين ديالي خص ما ينساوش في الطريق هذا الشيء، خص يبقى. وحنا مغاربة 200,000 شخص هنا، 200,000 شخص يقدر من غدا نتمسحو. علاش؟ المليون من سوريا، 800,000 من افغانستان، 700,000 من العراق، زيد الاتراك، زيد البوسناويين، زيد الالباني، كلهم كيقول انا مسلم. ولكن ملي كتهضر في المعقول كنشوف الائمه ديالنا اللي قارين اللي حامل القران. انا قلت للوزير، قلت له اسمح لي قول لي واش هنا عندنا الائمه الاتراك والبوسناويين حامل القران؟ لا. ولكن المغاربه هذا لازم، هذا لازم، هذا واحد الشروط من الشروط لازم يكون. المشكل اللي عندنا اللغه الالمانيه، اللغه الالمانيه. انا بغيت حتى من هذه الجامعه وجده ولا مربط اللي باغي يخرج لاوروبا، اللي باغي يكون امام هنا ولا عالم، خصو يدرس اللغه الالمانيه. ما نقدرش انا نطلع منبر وعايش هنا 20 25 30 عام ما كنعرفش اللغه الالمانيه، ما كنعرفش المجتمع. علاش ما كنعرفش المجتمع؟ نقول لكم علاش. كنمشي على الحلاق مغربي، كنمشي على الطبيب مغربي، كنتقدى على المغاربه، كنمشي على العود مغربي، علاش محتاج انا هاد اللغه؟ علاش؟ هاد الناس شوف هاد الحاج خوجا ما قراوش هنا ولكن بالنفس ديالهم وهاد الحراره ديال الوطن وديال داروا هاد الشيء واللغه وداروا هاد الشيء، بناوا المساجد، داروا الطلبه، داروا الاركيتكتور، داروا هذه، داروا هذه. الاداره تعرف اذا بغيتي تبني غير دار في المغرب غادي يهبلوك بالرخصه واش وداروا هاد الشيء كاملين. وحنا اكاديميين خص ما نقولش واش داروا، خص نحتارمو هاد الناس. كاملين كنستاشر معاهم، احنا محتاجين، احنا هاد اللي تاعنا محتاجين هاد الناس بالافكار ديالهم وبالحكمه ديالهم. علاش الا ما صبرتيش 40 يوم والله ما غادي تبني حتى شي حجره. هاد المشكل اللي كان، هاد السيد قال لي واحد المره واش بغيتي مني؟ انا عندي المسجد هنا، خص نبني، خص نجمع هاد الجماعه، خص نقلب على الامام. هاد الافكار اللي عندك اخرج عليا. انا ما فهمتوش، انا نقول لكم انا ما فهمتش هاد السيد علاش كنت عندي 22 عام. قلت واش كيدير هاد السيد؟ ولكن دابا 48 فهمتو هاد فهمتو. لا الخبره، الشباب ديالنا، الشباب ديالنا حنا اخي واختي جينيراسيون، هذا اخي هذا اختي، ما كيفرقوش بعد هذا التركي، هذا التقاليد التركي، هذا التقاليد المغربي. كيقول حنا كاملين مسلمين، انا حنا كنهضروا اللغه الالمانيه، واش يهمني المغرب، واش يهمني الثقافه ديال الامازيغ ولا الثقافه ديال الاطلس ولا هادشي. هذا يخص ماشي نقول له لا، يخص يكون، خص نشرحوا له هادشي، نقنعوا. وهادشي كنبدا في التربيه، انا ما نقدرش نربيك ولدك ولا بنتك، خص انت دير الاساس وحنا نكملوا. ولكن اللي نقدر نديرو مع الجامعه، مع المجلس وهذا الشيء، حنا نكونوا بحال القنطره. اولا حنا عندنا تنسيق مع المونستر، مع المونستر كاين وجد. انا قلت للناس بغيتي تقراو دين الاسلام، تيولوج، امام، بداو في المونستر، بداو في المونستر. فرانشليف تعرف استرجم فرانشليف، ديرو في وجده، ديرو في فاس، ديرو في اصول الدين في تطوان، ورجعوا تكون واحد الامام اللغه الالمانيه الريفيه والعربيه جديد، والمجتمع الالماني، المجتمع المغربي، تقاليد المغاربه، صافي فقط، صافي حملوا لله.
المغرب غادي يعجبو الحال وحنا غادي نقول الحمد لله ما جابليش الافكار من الانترنت ولا شي. دابا المشكل غادي نعاقب حتى الائمه، الائمه خصو يمشي مع الوقت ديجيتال. انا كنقول شوف واحد المثال، قلت واحد الامام هاد الجوج صلاه الجمعه، شحال الناس اللي سمعوه الاساسي